تبتدي تعرف نفسك. يعني اكيد كتير من الموجودين يعرفوا حضرتك، وطبعا حضرتك يعني خبير وخبره كبيره جدا، بس برضه يعني ايه، برضه يعني ايه، نحاول نذكر يعني التعريف بحضرتك دلوقتي قبل ما نبتدي، يعني في دقيقتين كده حضرتك يعني ابتدي اعرف حضرتك. Recording in progress. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني اتشرفت بوجودي معاكم، وده شرف كبير جدا ليا. ويعني اتمنى ان شاء الله يعني نتعاون ونتعلم من بعض ان شاء الله، وبالذات ان في فترة يعني في شوية اسئلة في الاخر ده هتفيدنا. ونشكر طبعا المهندسة جيهان على الاستضافة وجمعية مهندسي مصر للتنمية. وان شاء الله هنبدأ مع بعض اهوت في فكرة الذكاء الاصطناعي ومدى التأثير بتاعه اللي موجود، وان شاء الله نتفاعل. يعني انا شايف الشات قدامي، فلو في اي حد عنده اي حاجة ممكن ان احنا ايه نتكلم فيها. طيب قبل ما نبدأ كده، خلينا ناخد الكلمة ونقول مثلا كلمة الذكاء. تعريف الذكاء بالنسبة لك ايه؟ يعني كل واحد يقول تعريف الذكاء بالنسبة له، وخلي بالك ان مفيش حاجة اسمها اجابة غلط، كل الكلام اللي انت تكتبه صح. فكل واحد يقول مثلا الذكاء، يعني مش بتكلم عن الذكاء الاصطناعي، الذكاء العادي. يعني لما اقول لك كلمة ذكاء انت بتتخيل ايه، او انت متوقع ايه لما نسمع كلمة ذكاء؟ ذكاء الانسان، الذكاء الطبيعي. ايوه جميل جدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحتك يا باشمهندس. الحمد لله. مبسوط جدا والله ان انا موجود في ندوة جميلة زي دي. الله يكرمك. حابب يعني ادخل على طول في الموضوع، وممكن اتكلم على حته الذكاء اللي حضرتك ذكرتها. عندي لها يعني تفسير، او مش تفسير، مش تعريف بالمعنى الحرف، لان الذكاء مش بالضروره يكون له تعريف، لانه بيختلف من شخص للتاني. يعني بمعنى ممكن يكون شخص مثلا عنده ذكاء، وليكن ذكاء اجتماعي، تمام، ما بيعرف يعمل علاقات مع الناس، بيعرف يتأقلم في البيئة اللي هو موجود فيها بسرعة، تمام، غيره ما يعرفش. تمام. غيره ده ممكن يكون ذكاء مثلا رياضي، تمام، بيعرف مثلا عنده قدرة كبيرة على التعامل مع الأرقام والحسابات أحسن مني. غيرهم مثلا ممكن يكون عنده ذكاء موسيقي مثلا. تمام. يعني معنى الذكاءات متعددة، تمام، ما يكونش لها تعريف محدد. شكرا يا باشمهندس، الله يكرمك. مظبوط. وبرضه الناس اللي جاوبت على الشات اجوبه ان شاء الله في الصميم، يعني ان الواحد يستوعب الحاجه اللي قدامه، وان هو يقدر ان هو يفكر فيها، وان هو يقدر ان هو يستوعبها. ده اللي احنا هنتكلم فيه النهارده، ازاي الكمبيوتر نقدر نقول عليه هل الجزء ده الكمبيوتر ده ذكي او مش ذكي. دي مهمه جدا. تمام. خلينا نبص كده على التكنولوجيات الحديثه، ودي حاجه مهمه جدا. ان ممكن مثلا واحد يكون مثلا مهندس معماري او انشائي او ميكانيكا او اي كان التخصص بتاعه، وبيقول لك ما فيش فرص عمل، او ممكن تكنولوجيا من دول تخليك متميز في المجال بتاعك، او تخليك مطلوب بالاسم. تمام. عندنا حاجات مثلا زي انترنت الاشياء، ان كل حاجه متوصله بالانترنت، ومثلا الثلاجه والغساله والمكوه كل ده متوصله بالانترنت، وتقدر ان انت تاخد تفاعل مع الحاجه. يعني الثلاجه لو ناقصه اكل معين تبعت للسوبر ماركت وتجيب الحاجه اللي ناقصه، او تبعت لك في الشغل عايز تاكل ايه وتبدا هي تجهز لك الاكل. كل التكنولوجيا دي موجوده، مش لسه هتبقى موجوده، ده موجود في الحاضر بتاعنا. الروبوتات، الانسان الالي، مش لازم الانسان الالي يكون على شكل انسان الي، ممكن على هيئه مربع مكعب، المهم ان هو بيأدي لك الخدمه او بيعمل لك اللي انت عايزه. وفي حاجه في الواقع الافتراضي، ان انت بتلبس النظاره وتبدا ان انت تبقى شايف الحاجه. عندنا واقع افتراضي، وفي يعني فيرتشوال رياليتي، بتلبس النظاره وتبقى انت مثلا كانك جوه المشروع، ممكن تكون انت في دوله ثانيه، لكن لما تلبس الفيرتشوال رياليتي بتبقى كانك موجود في قلب المكان. دي مثلا حاجه زي كده، مثلا دي اللي هي بتاعت جوجل، بتلبسها تمام خلاص بتنفصل على الموجود فيه، وتبقى انت شايف الحاجه اللي متبرمجه عليها. عندنا طبعا ثلاثيه الابعاد، دلوقتي بقت تطبع مباني كامله، يعني تقدر تطبع مبنى بالابعاد الحقيقيه بتاعته، وتبدا ان انت يعني الناس تعيش فيها عادي، يعني مش مجرد موديل.
في عندنا تكنولوجيا النانو، ان احنا بنغير خصائص بتاعه الحاجات. فتخيل ان انت مثلا تقدر تعمل اسمنت، حاجه بالاسمنت خرسانه، ويكون في نفس الوقت مثلا شفافه، تمام. مركبات ذاتيه كده، يعني انت تركب العربيه وتقول انا عايز اروح فين، كانك بتطلب اوبر بس من غير سواق، هي بتوديك. البيانات الضخمه، عندنا كميه معلومات رهيبه جدا في الموقع، فازاي ان احنا نتعامل معاها، تمام. وعندنا سلسله الكتل، دي برضو من ضمن التكنولوجيا الرهيبه جدا اللي بتخلي عندك ميزه عن بقيه الناس. كل دول القوه بتاعتهم بتزداد وبتتضاعف لما بترتبط بالذكاء الاصطناعي. كل دول يعني بدل ما كل شويه برمج يبدا ان هو يستوعب الحاجه على طول. طيب عايزين نشوف الذكاء الاصطناعي، هل هو حاجه جديده ولا حاجه احنا بنستخدمها يوميا؟ لما تيجي تبص كده بتلاقي حاجات كتيره جدا احنا بنستخدمها يوميا، زي مثلا الموبايل بتلاقي فيه سيري، اللي هو لو انت عندك ايفون او حتى الاندرويد بيبقى فيه برضو ان انت تدوس على الزرار اللي في النص يبدا ان هو يتكلم معاك، او تقول له مثلا عايز اقرب مطعم، او الحاجات دي كلها موجوده في كل الموبايلات، مفيش موبايل ما بيبقاش فيه الخاصيه زي دي. مجرد ان انت بتدوس على الزرار في النص بيبدا بقى ايه يسمع ويقول لك مثلا ايه تيك اواي ريستورانت اوبن ناو نير مي، فيبدا يدور على المطاعم اللي قريبه منك ويبدا ان هو يتفاعل معاك. فكل حاجه موجوده دلوقتي بقت فيها ذكاء صناعي، كل المواقع دلوقتي تقريبا بقى فيها ذكاء صناعي، وحوالينا حاجات كتيره جدا بتشتغل بالذكاء الاصطناعي. ونبدا نشوف امثله كتيره جدا لموضوع الذكاء الاصطناعي حوالينا، يعني انت يوميا بتتعامل معاه. على سبيل المثال مثلا الذكاء الاصطناعي، خلينا ناخد الكلمه كده، احنا قلنا الذكاء ان انت تقدر تستوعب الحاجه، الذكاء الطبيعي او ذكاء الطفل، لو احنا جبنا طفل عنده سنتين او كده وهو يقدر يفهم الحاجه ويقدر ان هو يستوعبها والحاجات دي كلها. عندنا بقى الذكاء الاصطناعي، وناس كتيره بتقول الذكاء الصناعي، لا هي مش الصناعي، هي الاصطناعي. الاصطناعي يعني ايه؟ خلينا لما اقول لك مثلا ان ابتسامه مصطنعه، يعني بتحاول تقلد حاجه، تمام. في حد كده بيضحك ابتسامه كده من تحت الضرس فنقول ان هي ابتسامه مصطنعه، بتحاول ان انت تقلد. يعني على سبيل المثال مثلا الطائر، احنا بنحاول نعمل طياره تقلد الطائر لكن ما فيهاش كل خصائص الطائر، الريش مش موجود، ما تقدرش طيارتين يجيبوا طياره صغيره، لا ما بيحصلش. ومركزين على فكره الطيران، كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنحاول نقلد بعض الخصائص اللي موجوده في الحته دي. فاحنا بنحاول نقلد الانسان بيفكر ازاي، بنحاول نقلد ازاي الانسان بيستفاد من التجارب السابقه. فهي دي فكره الذكاء الاصطناعي، ان بنحاول نضيف للكمبيوتر طريقه للتفكير. على سبيل المثال لو انت بتعمل برنامج، كلنا برمجنا قبل كده، ما اعتقدش ان فيش حد ما جربش موضوع البرمجه سواء كمل او مكملش، بس كلنا بنحاول ان احنا في فتره فترات حاولنا نتعلم فيشوال بيزك او نتعلم بايثون او نتعلم لغه من اللغات دي. لما تيجي تبرمج اكتر حاجه بتاخد جهد قاعده اف، ان انت بتعمل ايه لو ما حصلش دي تعمل ايه، لو حصل كذا تعمل ايه. الناس واخده بالها من الفكره، يعني انا مثلا عايز اعمل انسان الي ينزل يشتري حاجه من السوبر ماركت ويجي، فلو انا قلت له روح الحاجه ديت ولا وقلت له مثلا ايه روح هتلاقي الباب مقفول افتحه وبعد كده روح الاسانسير دوس عليه، لو راح ولا الباب مفتوح ومش قادر يفتحه وهو واقف عند خطوه معينه هيتعطل ويقف، تمام. هي دي المشكله، فدي لازم نخلي بالنا منها، ان قاعده اف دي او البرمجه العاديه دي بتاخد جهد كبير جدا من الناس على طول، ان انت كل شويه طب قدر الراجل دخل الرقم ده غلط، قدر هو المفروض دخل ارقام كلمه سر ودخل حروف او دخل حاجات غلط، فبتقعد ممكن يكون الكود الاصلي صغير جدا 5 6 سطور، لكن قاعده اف بتخلي الموضوع كبير. ليه؟ لان هو مش هيفكر، هو كل ما تحصل له حاجه يروح ايه قافل البرنامج. طيب الذكاء الاصطناعي عباره عن ايه اللي احنا عايزين نعمله؟ بنحاول نشوف لو طفل او حد، يعني حد بدا يفكر بالتفكير الطبيعي هيتعامل معاها ازاي. خلي بالك حتى الان الذكاء الاصطناعي اللي احنا مبهورين بيه واللي احنا ننبهر بيه ان شاء الله اكتر النهارده، ما قدرش يوصل لدماغ طفل صغيره عنده مثلا 2 3. اقول لك ازاي، انت عشان تخلي الكمبيوتر يفرق بين القطط والكلاب، ابسط حاجه هو قطط وكلاب، محتاج تودي له الاف الصور، تمام، ويبدا ان هو يتعرف ان دي ودي ودي، وقصه طويله قوي عشان يعرف الفرق بين القطط والكلاب. لكن لو جبت طفل ووريته 3 4 قطط ووريته قطه رابعه ما شافهاش قبل كده هيقول لك قطه ويبقى فرحان ومبسوط وحاجات زي كده.
فحتى الان الذكاء الصناعي مش قادر يتفاعل او قادر ان هو يفهم فكره ان هو يقدر يتعامل بشكل قوي. فاحنا لسه ما وصلناش للخوف من الذكاء الاصطناعي. الذكاء الصناعي لسه بيبتدي. تمام؟ طيب التاريخ المختصر للذكاء الاصطناعي، هو بدايه الذكاء الاصطناعي كانت ايام الحرب العالميه الثانيه، كان في الالمان بيعملوا شفره معينه، فالشفره دي بتتغير كل يوم، فمهما انت فكيتها بيكون هم غيروها، فهم لازم تبقى حاجه ذكيه، فاخترعوا الاله عشان تفك الشفره بتاعت الالمان ويعرفوا فين اماكن السفن. الدول عندها استعداد تدفع فلوس كتير جدا استثمار في الحروب في كده، فالحرب العالميه الاولى ادت ان احنا اخترعنا حاجات كتير جدا، والحرب العالميه الثانيه برضو ادت ان احنا اخترعنا حاجات كتير جدا. فمن ضمن الحاجات ان هم صرفوا بقى ملايين وميزانيه مفتوحه والحاجات دي كلها كان الان تورينج. والان تورينج من ضمن الناس اللي اسمهم قوي جدا في الذكاء الصناعي حتى الان. طيب بعد كده كان في مؤتمر، وكان في واحد بيسموه ابو الذكاء الصناعي اسمه جون ماكارثي، هو اللي صف مفهوم الذكاء الصناعي. قال يا اخوانا احنا في كذا مصطلح، احنا هنسمي مصطلح الذكاء الصناعي. كان سنه 1956. قبل 1956 كان في ناس كتير شغالين في الذكاء الصناعي وكانوا عمالين يفكروا فيه. طب نعمله ازاي؟ طب نفكر نخليه يفكر ازاي زي الانسان. نخلي بالنا ان ما كانش الكمبيوتر لسه اخترع، ما كانش فيه كمبيوتر، فهم مش عارفين هيبقى عامل ازاي. تمام؟ ايه امكانياته؟ ايه هيفكر وهيعمل؟ وهل انا مثلا واحده قريبتي راحت اشترت كمبيوتر، والكلام ده كان في اوائل التسعينات. تمام؟ وبعد كام يوم بعته، وكان ساعتها غالي جدا. ليه؟ هي بتقول انا كان عندي تصور ان الكمبيوتر ده ممكن اكتب له كده اسعار، انا عايز اعرف اسعار الطماطم اللي موجوده في الشارع عند الحاجه الطيبه اللي بتبيع تحت ديت، يروح قايل لها مثلا ده بجنيه ونص، لو الجزمه طلعت منها تكتب انا بدور على الجزمه مش عارفها فين. فلقيته ما بيعملش الكلام دوت، فراحت ايه بعت الكمبيوتر وخسرت فيه. تمام؟ ففكره ان احنا نفهم المفاهيم، نفهم فكره ان الذكاء الاصطناعي ده ايه، والتعلم الالي ايه، والتعلم العميق ايه، المفاهيم دي مهمه جدا على اساس ايه ما يحصلش اي مشاكل وما يحصلش اي لخبطه. طيب كان في تحدي جامد جدا سنه 1997 في ديب بلو. ديب بلو ده برنامج كانت عاملاه شركه اي بي ام متخصص في الشطرنج. يعني لو قلت له 1 زائد 1 بيساوي كام ما يعرفش. تمام؟ ده الذكاء اللي هو ايه الضيق، اللي هو بيعرف حاجه واحده بس، هو متبرمج على حاجه واحده بس، ممكن تبرمجه ان هو يرد على العملاء بس، حاجه غير كده مش يعني. تمام؟ فهو كان مبرمج على الشطرنج، قعدوا تقريبا يعني 12 سنه يبرمجوا فيه تحدي، ودخلوا كذا مباراه، وكان يعني في الاول الانسان هو اللي بيتغلب. كان واحد اسمه كسروف، ده كان بطل العالم في الشطرنج، وده كان عبقري في الشطرنج. الفيديوهات بتاعته كان ممكن يلعب مثلا مع 15 واحد، يخليهم كده كل واحد يلعب لعبه ويقول له انا هلعب اللعبه دي والف على 15 واحد العبهم، بعد كده ارجع لك تكون انت حركت الحركه بتاعتك دي. ف الذكاء الاصطناعي بعد مباريات كتيره قدر ان هو ايه يكسبه. هو ساعتها كان هيتجنن ازاي وبتاع، وبعد كده بدا يفكر بتعقل، وقال يعني احسن حاجه ان التعامل يتعاون الانسان مع الذكاء الاصطناعي، يعني يبقى كان في فريق مكون من الانسان ومكون من الذكاء الاصطناعي ويفكروا مع بعض، لكن لازم اللي ياخد القرار ده هو الانسان وليس الذكاء الاصطناعي، لانه ممكن ياخد قرار احنا مش فاهمينه ياخده ليه، وده هنتكلم عنه كتير في الفتره اللي جايه. طيب من ضمن الحاجات برضو احنا اتكلمنا عن الان تورينج اللي هو اخترع الشفره اللي يقدر من خلالها يعرف الالمان ايه الشفره بتاعتهم. قال لك احنا عشان نعرف اذا كان ده ذكاء اصطناعي ولا لا، خلينا نتخيل مثلا ان انا بتكلم معاه، هنجيب شخص ونخليه يتكلم مع الذكاء الاصطناعي ويتكلم مع شخص حقيقي، وهنشوف هيعرف يفرق ولا لا. يعني امتى نقول على ده ذكاء اصطناعي صح؟ ان انت تتصل مثلا بمطعم وتتكلم مع الشخص وتطلب الاوردر وتتكلم معاه شويه، وانت مش عارف هل هو ده، ما شكتش ان ده روبوت، يعني ما حسيتش ان هو بيتكلم باسلوب رتيب، ان هو بيتكلم بالراحه، لا هو بيتفاعل معاك. لما ليك بتتفاعل وبتتكلم بسرعه يبدا ان هو ايه يمتص غضبك، بيبدا ان هو يتدرب على الحاجات ديت. فالذكاء الصناعي تقدر انت بقى تقول ده وصل للذكاء الصناعي ولا لا، لو قدر فعلا ان هو ما تحسش ان هو ذكاء صناعي، يعني دخلت وبدات تتناقشوا وبدا ان هو يتكلم معاك واداك الكلام وانت مش واخد بالك ان ده واحد صاحبك ولا ذكاء صناعي. طيب في بقى لعبه اصعب من الشطرنج بكتير،
اللعبة ديت اسمها جو أو ويتشي، هي الشطرنج فيه 20 حركة لكل قطعة أو لكل موقع، لكن هنا فيه 200 حركة، فالموضوع صعب جدا. فده بقى قدروا إن هم يبرمجوه، والجميل جدا إن المبرمج نفسه ما يعرفش يلعب اللعبة دي. يعني المبرمج نفسه ما يعرفش يلعبها، القواعد بتاعتها هو مش عارفها، هو برمج شوية وقال للكمبيوتر العب مع نفسك، فالكمبيوتر بقى يلعب ويكسب ويخسر ويعمل لحد ما قدر يتقن اللعبة دي وقدر يلعب بطل العالم فيها وقدر ان هو يكسب. ده سنة 2015، فدي كانت حاجة رهيبة جدا. ان الذكاء الصناعي انت مش بتحفظه حاجات كتيرة او بتقعد تلعب معاه كتير قوي، لا انت بتخليه يتفرج على مباريات وهو يبدأ ان هو يفهم القصة ويبدأ ان هو يبرمجها. طيب هنلاقي برضو في الذكاء الصناعي دلوقتي بقى موجود في العربيات، عربية حضرتك يا دكتور، يا فندم. يعني دلوقتي حضرتك تقصد ان الآلة إنها ذكية تبقى أذكى، مثلا ممكن تبقى أذكى من المبرمج اللي هو مبرمجها؟ في حاجات معينة، تمام؟ يعني مش كل حاجة. بمعنى إيه؟ إن هو ممكن يبقى متمكن قوي من نقطة معينة، متمكن قوي مثلا من التعرف على الوجوه، مثلا التعرف على اشخاص، او ياخد نظريات كتير ويبدا ان هو يفكر فيها، تمام؟ يعني انما مش هيبقى عنده ذكاء ان هو يفهم كل حاجه، بس هو ممكن يبقى ادق منك في حاجه. زي مثلا لما بقى عندنا الكلب اعزكم الله عنده قدره على الشم اقوى، مش معنى كده ان هو احسن من الانسان، لا، هو عنده ميزه قويه. انت الذكاء الصناعي ممكن تستخدمه ان مثلا بتعمل تصميم بيت مثلا، فمحتاج عشان تعمل اكتر من بروبوزل وتعمل كذا اقتراح هتاخد منك وقت، هو ممكن يساعدك ان هو يوفر لك الوقت دوت. احنا ممكن كان البروبوزل بياخد يوم، دلوقتي ممكن تعمل 100 بروبوزل في 2 3 دقايق، تمام؟ طيب العربيه بتاعت ذاتيه القياده ديت بتعالج كل ثانيه 1 جيجا، يعني دي لو ماشيه في الشوارع عندنا والنت ضعيف هتقف تتعطل، لان هو لازم يعالج كل شخص قدامه والطريق واللي حواليه واللي جنبه، في كذا سنسور موجود بحيث ان هو يحس بكل حاجه، وفي اشعه موجوده بحيث ان هو ما يخبطش في انسان، ما يخبطش في العربيه اللي حواليه، ما تكون الاشاره حمراء مثلا ويعدي الاشاره يكسر الاشاره، كل الكلام دوت موجود في العربيات ذاتيه القياده. طيب انواع الذكاء الاصطناعي اللي هو الضيق، اللي هو ايه؟ انت عامله عشان يعمل حاجه واحده بس، يعني هو تخصصه ان هو بيتكلم معاك دردشه، تخصصه ان هو بيعمل لك صور بس، اللي هو ميد جورني مثلا. في واحد تاني بيرد على المكالمات، في واحد تاني في مثلا كذا واحد بيشتغل في الزوم ان هو بعد ما تخلص الميتنج يروح باعت لك ايميل بملخص الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها والكلام اللي احنا قلنا عليه، وبعد ما يعمل كده يروح ايه يعمل لك تاج للكلام اللي اتقال، يعني لو اسمك اتذكر كده وانت كنت نايم او مش واخد بالك يقول يعمل لك كده خلي بالك ان الجمله دي كان حد بيلقح عليك كلام او حاجات زي كده يعني. بعد كده الذكاء الاصطناعي العام ان هو يؤدي اي حاجه ممكن الانسان يعملها هو يعملها، وحتى الان احنا ما وصلناش ليها بس بدانا نقرب منها. الذكاء الاصطناعي الفائق اللي هو كان لسه الباشمهندس بيتكلم عليه، ان هو عنده فكر اذكى بكتير من البشر، وده ناس كتير بتقول لك مش هنوصل له، وفي ناس بتقول بعد 30 سنه. الكلام ده يعني في علم الغيب ما نعرفش، يعني في ناس كتير كانت بتعمل تنبؤات كتيره، لو قعدنا نرصها هنلاقي ان اغلب التنبؤات بالمستقبل كانت ما كانتش صح يعني. فالذكاء الاصطناعي الفائق ده محدش بيحاول يوصل له دلوقتي، اللي احنا بنحاول نوصل له الذكاء الاصطناعي العام، ان هو يبقى عارف حاجات كتير جدا. طيب في بقى الذكاء الاصطناعي جواه حاجه اسمها التعلم الالي، يبقى نفرق بقى الاثنين دول مش ضد بعض، انما ده جزء من ده. اي حاجه في التعلم الالي بتبقى جزء من الذكاء الاصطناعي. يبقى انا لو قلت لك تعلم الي يبقى هو تعلم الي، وبالاضافه لكده هو ذكاء اصطناعي. الذكاء الصناعي بيشمل ان هو مثلا يستوعب كل حاجه موجوده، يقدر يستوعب الصور زي العربيه اللي بتمشي تستوعب الصور، يقدر يستوعب الصوت لو انا بتكلم، يقدر يترجم ياخد جمل كتيره ويترجمها بالذكاء الصناعي بحيث انها تكون واقعيه. التعلم الالي بقى ان هو جنبك وبيراقبك، واي حاجه تعملها هو يفهمها ويبدا ان هو يتعلم منك. بمعنى ايه؟ انت بتعمل تصميم مباني، فهو موجود في البرنامج اللي انت شغال عليه، سواء بقى شغال اركيكاد ريفيت اوتوكاد اي برنامج البرمجه ديت، وبيشوفك انت بتعمل ايه ويبدا يتعلم منك. بيلاحظ مثلا انت كل شويه بتقيس الابواب او بتسيب مسافات معينه، فهو بيتعلم، تمام؟ من غير ما تتعلمه. مثلا
العربيه ذاتيه القياده هتبقى موجوده، ويبدا ان هو يشوفك انت بتسوق ازاي، ويبدا يتعلم منك كل حاجه، ان لما الشوره تبقى خضراء بتبدا ان هو يقف وهكذا. فانا عندي التعلم الالي جزء من الذكاء الاصطناعي. طيب التعلم الالي دوت ممكن نقسمه لجزئين، ان انا تعلم بالاشراف او تعلم بدون اشراف. التعلم بالاشراف يعني ايه؟ ان انا اديله صور كتيره واقول له ايه ده احمد ده منى ده احمد ده منى ده احمد ده منى، وبعد فتره اديله صوره ما اديتهالوش قبل كده لاحمد فيقول لي ده احمد. تمام، ده انا عملت له ايه، بقيت اديله المعلومه، يعني مثلا ايه ده بيت وده فيلا، ده بيت وده فيلا، ده ارض وده بحر، ده انسان حقيقي وده انسان صناعي. انت اللي بتفرمت المعلومات وتبدا ان انت تديها له بشكل منظم. تمام، ده نوع من الانواع. في نوع تاني الانسوبرفايزد ليرنينج، انا بديله الحاجات كلها واقول له ايه عيش مع نفسك وحاول توجد لي الحاجات اللي مشتركه. يعني اديته مثلا ايه صور حيوانات، يبدا يحط ايه الحيوانات مثلا اللي لها زلومه لوحديها في جروب لوحديها، ويحط دول في جروب لوحديهم وهكذا. تمام، يبقى انا عندي نوعين اتكلمنا فيهم وهنتكلم في التالت دلوقتي. السوبرفايزد ليرنينج ان انا بديله حاجات منظمه، بقول له خد دول اهو، دي صوره قطه ودي صوره كلب، دي صوره قطه ودي صوره كلب. الانسوبرفايزد ليرنينج انا بديله كل الصور واقول له ايه شوفها وابدا اتعلم. بعد كده سواء في السوبرفايزد او في الانسوبرفايزد ليرنينج، في التعليم الموجه او التعليم غير موجه، ابدا اديله حاجه انا ما اديتهالوش قبل كده، فيبدا ان هو ايه ده انا ما خدتش بالي من النقطه دي، يبدا بقى ايه تراجع وراه تقول له دي صح دي غلط دي صح دي غلط، وهو يبدا ان هو ياخد باله من الحاجات ديت. في بقى الريينفورسمنت ليرنينج اللي هو ايه، ان انا اخليه يلعب اللعبه. تمام، يعني اقول له خش وجرب ويخسر ويكسب ويخسر ويكسب وتعيش مع نفسك لحد ما تفهم اللعبه. يعني بديله لعبه يلعبها انا بشرح له القواعد بتاعتها، انا بقول له خد اشتغل مع نفسك، يعني بقول له خد اركن العربيه اهي واسيب له المفتاح هو بقى يركن. بس الميزه في ايه؟ اولا ان الركنه غلط مش هتكلم فلوس، لان الكلام ده على الكمبيوتر مش في الحقيقه، مش العربيه مش هتخبط. يعني ان هو ممكن يعمل مليون تجربه في نص ساعه، يعني هتعمل لك انت كوبايه قهوه يكون هو عمل مليون تجربه وداس فيها قوي، وهنشوف امثله كده برضه. تمام، يبقى دول ثلاث انواع. طيب بص بقى، انا عندي هنا سوبرفايزد ليرنينج ببدا اديله اقول له ايه خلي بالك ان دي بيت كوميرشال وهنا ريزيدنشال. تمام، ببدا اعرفه بالصور، بوري له صور كتير قوي، وبعد كده اوري له صوره لبيت كوميرشال انا ما كنتش اديتها له قبل كده. يعني انا بخليه يتدرب على 90% من البيانات و10% من البيانات ما بعرفهالوش ما بوريلوش، ويبدا ان هو يشوفها بعدين. طيب بعد كده الانسوبرفايزد ليرنينج بقول له خد الصور اهي كلها، بدي له الصور من غير ما اقول له دي ايه ودي ايه، اقول له بقى وجد لي انت فرق لي انت بقى، قول لي دول شبه بعض دول مش شبه بعض وهكذا. يبدا هو يعمل لي في مجموعات ونبدا بقى ايه نتفق ان دي مثلا هتبقى فيلا دي بيت وهكذا. فده الفرق بين الاثنين. بالمناسبه كانت الكلام ده كان سنه 2000، كان في مجله بتاع الكمبيوتر كده ونزلت خبر ان في شركه شغاله على نظام انها تقفش الصور السيئه او الصور الغلط يعني. تمام، فواحد صاحبي قال هيعرف الكمبيوتر يعرف منين؟ اكيد هم عندهم صور كلها، عندهم خزين من الصور او هم اللي عاملين الصور وهو هيدوها للبرنامج والبرنامج يقفشها. اصل هو مش فيروس مثلا، لا، هو الفكره كلها ان هو بيبدا يدرس طبيعه الصور ديت وايه مثلا حاجه، يعني بعض الحاجات كده يبدا ان هو يفرق، فيقدر ان هو يقفش الصوره دي ويعمل لها ديليت او يعمل لها يحطها مثلا في سله المهملات مكانها يعني وكده. تمام، طيب ده مثلا برنامج انا كنت مسطبه وحتى الفيديو اهوت هوريه لكم. البرنامج دوت عباره عن ايه، انا بدرب الكمبيوتر على حاجه. يعني المثال دوت مثلا كنا بندربه على ايه، بنديله مثلا نباتات، هو يبدا يعرف كميه كبيره جدا من الصور، يبدا يفرق بينهم، يبدا يقول لك ده مثلا تفاحه ده موز وهكذا، ده نضجت ما نضجتش والحاجات دي كلها. تمام، فانا بديله صور كتيره وابدا ايه اخليه يدرب عليها. مثلا انا عملت مثلا فيديو اهوت هوريه لكم، ادربته على ان هو يعرف انا بشرب قهوه دلوقتي ولا ما بشربش. تمام، يعني بقيت امسك كوبايه واديله كذا صوره واقول له كده انا بشرب قهوه. تمام، وبعد شويه اوري له صور ثانيه وانا ما بشربش قهوه. وفي الاول بدربه ده بقى ان انا ايه بديله صور منظمه، فهو بيبدا يعرف ايه اذا كانت دي انا بشرب قهوه ساعتها ولا لا. تمام، ومثلا عندي بنتين، فاوري له دي مره واقول له دي مثلا لين، وبعد شويه اوري له اختها واقول له دي تاليا، وبعد شويه ابدا اخليهم يظهروا فيبدا هو يفرق بينهم.
فالبرنامج كان ظريف جدا ان انت بتتدرب على حاجه من غير ما تكتب طيب. كود تمام. هنا مثلا دخلته صورني كذا مره وانا ما بشربش قهوه تمام، وقلت له ده ما بشربش قهوه، وبعد كده بدات اوريله صور ليا وانا ماسك كوبايه تمام. وبعد كده بعد ما اتدرب وسبته تقريبا 3 دقايق يتدرب، بدات اقول له ايه، طب انا عايز اعمل تجربه، ابدا اعمل تيست. فاول ما امسك كوبايه يبدا يقول لي انت ماسك كوبايه او مش ماسك كوبايه، يبدا يفرق تمام. ودي قويه جدا. عارف مثلا ايه؟ ان يبقى مثلا متدرب على ان انت لابس الماسك ساعه الكورونا والحاجات دي ربنا يعافينا، فاول ما الاقي حد مش لابس الماسك يبدا ان هو ينبهني، بص هو عمال ياخد 100 صوره او بياخد صور كتير قوي، كوفي ونوكوفي. فاول ما يشوف حد مش لابس الماسك يبدا ان هو يعمل تنبيه في الموقع، يعني في الموقع كشغل بقى انجينيرنج، اي حد داخل الموقع مش لابس مثلا الخوذه يبدا يعمل تنبيه، واحد في مكان مش في المكان بتاعه او مش لابس الحاجه المخصصه او المفروض زي اللي يدخل بيه سيفتي، يبدا ان هو ينبهنا كده تلقائي، يعني مش لازم نوقف حد على البوابه تمام. فده كان جميل جدا، انا كل ما ارفع الكوبايه يبدا ان هو يقول لي اه انت بتشرب قهوه دلوقتي. ده مثلا ممكن تدربه على ان هو يعرف الافات، ان في مثلا حاجه حشره او في حاجه مضره فيبدا ان هو ينتبه ليها. والبرنامج سهل جدا من غير ما تكتب كود ولا اي حاجه خالص، مجرد بتدي له كميه كبيره جدا من الداتا. وفي واحد فيهم مثلا معمول برمجه للاطفال، يعني ده معمول تعليم ذكاء اصطناعي للاطفال، اسمه بيكتو بلوكس. طبعا اي حد كبير عايز يتعلمه عادي ما فيش مشكله خالص، لكن حتى لو عندك طفل وعايز يتعلم الذكاء الصناعي وعايز يتعلم فكره البرمجه ارشح له البرنامج دوت. البرنامج ده واخد فكره برنامج سكراتش تمام، اللي هو متخصص من MIT لبرمجه الاطفال. هنا فعلا بيتعلم الطفل ازاي يكتب كود وازاي يكتب برمجه وازاي يعرف ايه فكره الذكاء الاصطناعي وفكره التعلم الالي والحاجات دي كلها. بتدي له اصوات كتيره وهو يبدا يتدرب عليها، ويبدا يقول لك ده صوت حزين، ده صوت فرايحي، ده صوت احمد، ده صوت مصطفى، وهكذا تمام. فبيديك الاساسيات بحيث ان انت تقدر ان انت تفهم فكرة الذكاء الصناعي والتعلم الآلي، وهندخل بعد كده على التعلم العمق تمام. انا منتظر بس يمكن طيب ممكن برضو تبرمجه على ايه؟ ان انت تديله مثلا اماكن معينة وتقول له انا عايز اعرف سعرها كام تمام. هو مبدئيا مثلا هيبدا يفكر، يعني خلينا نفكر مع بعض كده، يعرف سعرها ازاي؟ ممكن يفكر في حاجه واحده بس اللي هو المساحه بتاعتها دي تمام، ومن خلالها هيقدر يقول لك دي تساوي كام. لا ما بتوقفش على السعر بس، تبدا تدخل في حاجات اعمق من كده، عدد الغرف، عدد الحمامات، عدد الجراج، اتبنى سنه كام، البوست كود بتاعه، المكان اللي فيه، هل هو بيطل على الشارع الرئيسي ولا على الناصيه. كل الكلام ده هيفرق معانا في سعر بتاع المباني. فهو بيبدا يدرب معاك، ممكن كل مره مثلا قال لك رقم غلط تبدا انت تديله تصحيح، فيبدا ان هو يتعلم منك ويبدا يسعر لك المشاريع. يعني مش كل مره تبدا تسعر المشاريع، هو يبدا ان هو يسعر لك المشاريع، يبدا ان هو يتنبا بالطقس. اقوى حاجه في الذكاء الصناعي ان هو يقدر يتنبا بالحاجه قبل ما تحصل، وخصوصا في ان هو يتنبا بالمرض قبل حدوثه. يعني ممكن الدكتور يشخص صح احسن من الذكاء الصناعي، لكن التنبؤ مثلا بمرض زي السكر عافاكم الله او السرطان او الحاجات دي كلها الذكاء الصناعي بيتنبا بيها قبليها بفتره، يبدا يشوف المؤشرات ويبدا يقول لك خلي بالك ان في مؤشر معين. فده حاجه قويه جدا، يعني مهمه جدا تمام. دي الفكره بقى اللي هي ايه، ازاي بقى ان انا ادي له شويه صور ويبدا ان هو يفهمها. ده نفس الفكره بتاعت الخلايا بتاعت الانسان بيبدا يفهمها ازاي. يعني هم قالوا احنا عايزين نعمل نفس الفكره اللي الانسان بيفكر فيها. هل هم عملوها صح؟ لا، هو حتى الان بيحاول يصطنع الحاجه، يعني ولا حتى واحد على مليون من العقل البشري او التكوين بتاعه ده، هم جابوا جزء صغير كده من عقل فار، وبيحاولوا ان هم يقربوا من الواحد جرام اللي موجود في الخلايا العصبيه اللي موجوده دي. عقل انسان معقد بكتير جدا عن اللي موجود دلوقتي. هو بقى بيبدا ان هو يديله صور كلاب مثلا وصور قطط، وما يقولوش ان دي كلاب ولا قطط، بس يقول له حاول تفرق بينهم. هيفرق بينهم بايه؟ ممكن في الاول مثلا ان الكلب كبير والقطه صغيره، بس ممكن تكون قطه كبيره في السن والكلب لسه مولود، فيبدا يفرق بشكل الودان، بشكل المراخير، بشكل الديل، فيبدا ان هو يصنفهم. وهو هنا بيبدا يحط كذا نقطه، وكل نقطه فيهم بيبدا يديها للخلايا اللي بعديها ويديها رقم معين، يعني يقول له ايه
حسب الحجم، ودي مثلا بتساوي 0.5 مثلا من ان انا اخد القرار النهائي ده قطه ولا كلب. تمام، شايفين الموضوع ازاي؟ مع ان لو جبنا اي طفل هيقدر يفهمها. طيب في حاجه بعد كده اسمها التعلم العميق. التعلم العميق اللي هو ايه؟ اللي هو الديب ليرنينج، اللي هو عباره عن ايه؟ ان هو انا ما بقاش فاهم الكمبيوتر وصل لها ازاي. يعني ده جزء من الماشين ليرنينج. يعني انا عندي ذكاء اصطناعي، كل اللي احنا اتكلم فيه ده ذكاء اصطناعي، جواه ماشين ليرنينج ان الاله بتتعلم، جواه الديب ليرنينج انا مش فاهم هو خد القرار ده بناء على ايه، مش فاهم هو عمل كده ليه. انا بديله الحاجات وهو يبدا ان هو ايه يشتغل مع نفسه، هو بيبقى عنده الخوارزميات او الافكار اللي يقدر من خلالها ياخد قرار. انا نفسي ما بقاش عارف اخد القرار ده بناء على ايه. يعني المبرمج نفسه هو اداله الفكره بس ما اعرفش القرار ده هيكون بناء على حاجه معينه ولا فيه. طيب خلينا نشوف كده امثله للفكره ديت. يعني التعلم الالي مثلا هو يعني الذكاء الصناعي ان انا مثلا هقول له ايه، افتح النور او ترن اون او ترن اوف. تمام، بقى التعلم الالي ان انا لو قلت له اطفي او افتح او قلت له اغلق او قلت له اي حاجه من الحاجات دي هو يبدا ان هو ايه يتعلمها وياخدها معاه في البرمجه بتاعته. طيب خلينا نشوف امثله. تمام، ده هنا مثلا انا هديله بعض الداتا وما علمتوش حاجه خالص، هو بيبدا يشوف ايه الحاجات اللي قريبه من بعض ويبدا ان هو انا ممكن اخلي في الدوائر يبدا يشوف الحاجات اللي قريبه بمسافه معينه، او ممكن اقول له جو هو يبدا يشوف الحاجات الخصائص اللي قريبه من بعض، كانه مثلا بيشوف مثلا بطيخه وموزه مثلا، فيبدا يفرق يشوف ايه الطول بتاعها الوزن بتاعها اللون الحاجات دي كلها. هنا هو اوتوماتيك لوحده من غير ما انا اقول له بيبدا يدي كل بيديهم الوان مختلفه. ده كده يبقى ايه بيتعلم بدون اشراف. تمام، مهندسة جان نزلت الفورم بحيث لينك الحضور يعني لو حد ايه عايز. تمام، هو شايف ان دول كلهم مع بعض مجموعه مع بعض ليهم صفات مشتركه. تمام، يبدا ان هو يفرق بينهم. من ضمن الحاجات الطريفه بقى في الديب ليرنينج، احنا بنتكلم على الديب ليرنينج بعد كده. الديب ليرنينج اداله صور كتيره قوي لكلب معين، الكلب ده في ديب شبهه، يعني عندنا ديب وكلب الاثنين شبه بعض، الناس اللي محترفه ما بتعرفش تفرق بينهم. فلقوا ان الذكاء الاصطناعي بالديب ليرنينج قدر يفرق بنسبه 100%، فبقوا مستغربين ده فرق ازاي. اتاري الذكاء الاصطناعي ما بصش على الحيوان ده، بص على الخلفيه، قال لك الكلب هو اللي الخلفيه بتاعته بيت، وان الديب هو اللي عايش في القطب الجنوبي وفي القطب الشمالي، فهو ده الديب، قدر يفرق بينهم من خلال الخلفيه دي. طبعا ما كانوش عاملين حسابهم في حاجه زي كده. طيب دي لعبه، البحث ده اتنشر وخاص باللعبه ديت، ان هم عملوا ايه؟ عملوا فريقين، فريق اللي هو الحراميه او اللصوص، وفريق تاني اللي هم الشرطه، وده مديله ذكاء صناعي وده مديله ذكاء صناعي. يعني هو بيقول له اقبض على ده ويقبض بالشكل اللي انت عايزه، ويقول لده اهرب من البوليس واهرب زي ما انت عايز، ويخليهم هم الاثنين يلعبوا. الجميل ان هم فكروا في افكار ما حدش كان عامل حساب فيها، ما حدش فكرها فيها، ما حدش قالها لهم. تمام، لدرجه ان اللعبه اكتشفت ثغره في اللعبه. يعني هم بيلعبوا اكتشف ثغره المبرمجين ما كانوا ملوش عاملين حسابهم عليها. تمام، هو هنا الحراميه بتحاول انها ايه تهرب من البوليس، فبتسد دي عشان ايه البوليس ما يجيش يقبض عليها. تمام، فمن ضمن الحاجات ان هم مثلا استغل المثلث ده ان هو يهرب بره اللعبه خالص. المبرمج نفسه مكان يعني فوجئ بان الثغره دي موجوده وان الراجل ايه خرج من اللعبه ديت. فممكن التعلم العميق يبدا يجي لك حاجات انت ما كنتش اصلا بتفكر فيها ولا مبرمجه ليها ولا عارف هي جت ازاي. تمام، البوليس كان بياخد الجزء المثلث ده بحيث ان هو يطلع فوق الشكل، فالحراميه بدات تاخد الشكل ده وتقفله بحيث ان البوليس ما يقدرش يستغلها، بيفكر في ازاي يسد الذريعه على البوليس.
طيب هنا فكرة الباركينج، يعني انت ممكن تقعد ايه، خلوا العربية تحاول انها تركن كذا مرة ويجربوا ويجربوا الاف المرات لحد ما بقت العربية تقدر تركن بشكل حلو قوي، احسن من اي واحد محترف في الركنة بتاعت الثروة. طبعا خد وقت كتير جدا في التدريب دوت. هنا برضو هنشوف فيديو. هنا بقى الكلاسيك ماشين ليرنينج بيبدا ان هو يعرف الذكاء الاصطناعي ده، ان بيقول له في عين وفي كذا وكذا. الديب ليرنينج لا، انت بتدي له حاجه وهو بيفكر زي خلايا العصبيه عند الانسان ويبدا ان هو يستنتج الحاجات. فالماشين ليرنينج بيبقى بتدي له المعلومه ويبدا ان هو ايه يعني يقدر ان هو يصنفها. انما هنا الديب ليرنينج تبتدي له كل المعلومات وهو يبدا ان هو يفكر وياخد كتير قوي، وفي ليارات كتيره موجوده للخلايا العصبيه. طيب في هنا تدريب بقى على الشطرنج، وهي اشهر حاجه طبعا الشطرنج. هنشوف حاجتين، واحده فيهم اتعملت بتعلم الاله، وواحده فيهم ما اتعملش بتعلم الاله، اتعملت بالتعلم العميق. الفرق بينهم ايه؟ اول واحد ده كان لعبة اوبن سورس، يعني الاف الناس بتلعبها، هنشوفها مع بعض دلوقتي. والتانية الفا زيرو، ده خلى الالة ديب ليرنينج تتعلم مع نفسها ويبدا يشوف اني واحدة فيهم اللي هتتفوق على التانية. لقوا ان الفا زيرو هي اللي تفوقت على الفش. ليه؟ لان هو التعلم العميق بدا ان هو يخش ويبدا ان هو يلعب كتير جدا مع نفسه، ويبدا ان هو يجرب استراتيجيات كتيرة ولعب آلاف الأدوار لحد ما هو كسب. تمام، خلينا نشوف دوت ودوت. ديب ليرنينج كار بدأ يحط العربيات في المسار، عدد كبير جدا من العربيات، ويبدأ يشوف أنهي واحدة فيهم اللي هتمشي، وكل واحدة فيهم بيجرب تاني وتالت ورابع لحد ما يشوف أنهي واحدة فيهم يبدا ان هو ايه يطور من نفسه لحد ما في الاخر خالص يبدا ان هو يمشي في الطريق بدون اي مشاكل خالص. تمام، طيب ده الستوك فيش. الستوك فيش دي بيعلمك الشطرنج، سترونج اوبن سورس تشيز انجن، وده بقى له فتره طويله شغال. تمام، وناس كتير عماله تلعبه وبقى قوي جدا، وبدأ تقدر تحمله وتعمله داونلود ببلاش وتقدر انت تشتغل بيه. الفا زيرو لا، جابوه كده وقالوا له ايه اتدرب مع نفسك، وبعد كده قالوا له العب قدام ستوك فيش، والفا زيرو هو اللي كسب. الفا زيرو مجرد قاعد يلعب مع نفسه كده ديب ليرنينج، ويبدا ان هو يخترع حاجات لحد ما هو ايه بدا ان هو يتغلب على المشاكل الموجوده، وبدا يتعلم اللعبه صح والقواعد بتاعتها صح، وبدا يفهم ازاي ان هو يكسب اي حد تاني. تمام، فلما لعب الفا زيرو قدام الستوك فيش، الفا زيرو هو اللي تفوق عليه. دي برضو نفس الفكره، ان انت ممكن تديله اشكال كتيره جدا، اشخاص كتيره جدا، ويبدا ان هو يتعرف عليهم، ويبدا يتعرف على ده مثلا ليه دقن مدببه، ده ليه يعني واسعة يعني ضيقة، وهكذا. تمام، طبعا كان في مشكلة خطيرة اللي هي العنصرية. الذكاء الصناعي عنصري ازاي؟ كان واحدة بتعمل تجارب معينة وهي من افريقيا، فسمرة ما شاء الله، فمش عارف تعرف عليها. تمام، وليه؟ لان هو اتدرب على كل الناس، كان في امريكا، فاتدرب على الناس بيت كلهم، على ناس اوروبيين، على كذا، ما تضربش على ناس سود، او ما تضربش على ناس هنود، او ما تضربش على وهكذا. فده حتى عمل مشاكل لما بداوا يجربوا التكنولوجيا ديت على المطارات، بدا يشتبه في بعض الاشخاص لمجرد ان هو بيستغربهم. تمام، واحد مثلا هندي، حد كذا، مع احترامنا كل الناس يعني، لكن ده اللي حصل. فبدا ليه يخلي بالهم من النقطه دي، ان الكمبيوتر او الذكاء الصناعي ممكن يكون عنصري في التعرف على الاشخاص. تمام، طيب ده بقى الريينفورسمنت اللي احنا قلنا عليه، ان هو بتدي له اللعبه وهو يبدا ان هو يجرب. وطبعا
كلنا عارفين ماريو، فهو خلاه يلعب اللعبه بتاعت ماريو من غير ما يديله اي قوانين خالص، قال له خش العب. طب العبها ازاي؟ امتى اكسب وامتى اخسر؟ العب ولما تكسب هتاخد نقط، لما تخسر هتموت. فيبدا يعرف انت بتكسب امتى وتخسر امتى، وتبدا ان انت ايه تخلي بالك في الجولات الجايه. هو ممكن يلعب 100 شوط مثلا في دقيقه، تمام. دي اللعبه دي اللي هي العصايه اللي تحت دي، اللي هي لما الكره بتخبط فيها تطلع ولو عديتها تخسر. فهو خلوه يلعب، ومش مبرمجين الذكاء الاصطناعي اللعبه دي بتكسب امتى وتخسر امتى، هو بيجرب، تمام. فهو بيبدا يجرب العاب هو ما اتعودش عليها، كان شخص اتحط في موقف هو ما اتدربش عليه، فيبدا ان هو يفكر فيها. فهو لما نفسه بيخسر يبقى انا لازم ايه كره تخبط فيا، وقعد يطور نفسه لحد ما اكتشف في الاخر خالص رقم 4 ان لو انت الكره دخلت في النقطه الصغيره دي هتطلع وتخبط كتير وهبدا اكسب. دي احنا اكتشفناها واحنا صغيرين برضه، تمام. فبدا يفكر معانا. طيب اللي خلى الذكاء الصناعي يتطور ان هم بداوا يقول لك احنا عايزين نقلد الذكاء البشري، وفرق كبير جدا بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري، لسه لغايه دلوقتي مش قادرين يوصلوا للدرجه دي، تمام. طيب هنلاقي عندنا حاجه اسمها artificial neural network، بيبدا ان هو عشان يحل مشكله هو مش متعود عليها يبدا يخلي الذكاء الصناعي يفكر زي الخلايا، ويبدا ان هو ياخد نقط معينه وكل نقطه فيها بتدي للي بعديها وتديها قيمه. يعني مثلا يقول له ايه ده هتقدر تفرق منه، ودي حاجه مهمه بالنسبه لي هتديها قيمه مثلا 0.5، حاجه مش مهمه بس ممكن تساعد خليها 0.1 وهكذا. يعني استعانوا بناس فاهمه العقل البشري بيفكر ازاي وفاهمه التشريح بتاع العقل البشري عشان يقدروا يعملوا تطوير للذكاء الاصطناعي، وجابوا ناس متخصصه في المنطق وناس متخصصه في الفلسفه ويقولوا احنا عايزين نقرب من الذكاء الطبيعي عند الانسان، بحيث ان يعني الكمبيوتر بيفكر زي الانسان، لو في مشكله هو مش قادر يفهمها او ما اتدربش عليها يحاول ان هو يستوعبها ويحاول ان هو يفكر فيها، تمام. دي فكره الخوارزميات، تعال نجربها. هنا الحاجات الرئيسيه، ايا كان المشكله اللي عندك، اي عايز تخلي الكمبيوتر يتعرف على اشخاص، يتعرف على المباني، يتعرف على المشاكل. يعني في حاجه في الذكاء الاصطناعي دلوقتي ان هو تديله اللوح سواء ريفت او توكاد او اي حاجه وهو يكتشف ايه المشاكل الموجوده، تمام. فانت هنا بيبدا هو يفكر، طب انت عايز كم فيوتشر موجوده، تمام. طب انا عايز ازود الخلايا، طبعا ده هيديك دقه اكتر، تمام. كل ما بتزود هنا طب الهيدن لاير الليارات اللي موجوده تبقى اكتر، ده بيديك اقوى لكن بياخد وقت على ما يحسب لك الحاجه ويقدر ان هو يفرق، لكن هتكون الموضوع ادق فحسب اهميه الموضوع بالنسبه لك. ممكن نزود الخلايا العصبيه اللي موجوده في البرنامج بحيث ان هو يبدا يفكر بشكل اعمق، تمام. بعد اذنك يا دكتور اتفضل. اسم التطبيق ده ايه؟ بص هو ده اسمه بلاي جراوند تنسور فلو دوت اورج، تمام. هجيب لك احط لك الرابط بتاعه، والبرزنتيشن بعد ما اخلص ان شاء الله هشاركه معاكم، وفي كتاب برضو معمول هشاركه معاكم بحيث ايه اللي عايز ان هو يجرب التطبيقات يلاقيها موجوده ان شاء الله. يعني الباور بوينت ده ان شاء الله هسيبه بي دي اف وهشاركه معاكم، وفي كتاب برضو في الموضوع بشكل ادق، تمام. طيب دي بقى خليه مهمه قوي، اسمها جينيريتيف ادفانسد نتورك، اسمها جان او جي ان. دي عباره عن ايه؟ ان هو يقدر يولد لك بقى صور، يعني هو بيبدا ياخد كميه حاجات كتير قوي ومن خلالها يبدا ان هو يولد لك صوره، زي موضوع ايه اللي هو تكوين الصور اللي هو في ميدجورني، معتمد على نفس الفكره. انت لما تقول له اعمل لي حاجه هو مش فاهم انت بتعمل ايه. خلينا نقول ايه، في حاجه اسمها العلب، الصندوق الصيني. الصندوق الصيني عباره عن ايه؟ انا موجود في صندوق، عمر موجود في صندوق، وعمر ما بيعرفش صيني ولا ياباني ولا هندي ولا حاجه خالص، وبس معايا كتالوج بيقول لي لما يحصل كذا تعمل كذا، لما تلاقي العلامه الخضراء تعمل كذا، لما تلاقي حرف معين انا ما بفهمش الحرف ده ايه اعمل كذا. فبيجي لي من انبوت من ناحيه وبيدخل لي، فانا بشوف الكتالوج واخد القرار، وفي اوتبوت فببدا اخرج الصوره.
يعني الذكاء الصناعي ما عندهوش المهاره في ان هو يعمل صور لليوناردو دافنشي او لمايكل انجلو او دوناتيلو او رافائيلو، الثلاثه كانوا مهندسين معماريين على فكره وليهم تصميمات معماريه مشهوره جدا في روما غير الرسم طبعا والنحت والحاجات دي، لكن هم مهندسين معماريين في الاول يعني، بس اي حد معماري ساعتها كان لازم يشارك في النحت والرسم والحاجات دي كلها. ومايكل انجلو على فكره كان اول واحد عبر التاريخ ياخد اوفر تايم، لان هو كان بيسهر زياده عن اللزوم وهو ما كانش عايز لان هو كبر في السن فكان بياخد اوفر تايم. المهم انا دلوقتي انا ذكي ولا مش ذكي؟ يعني انا عبقري في الصيني صيني ولا مش عبقري في الصيني؟ انا مش فاهم ولا كلمه صيني، لكن المخرج اللي بيخرج من عندي حاجه قويه الناس عاجباها الموضوع دوت، لكن انا مش فاهم انا بقول ايه. احنا هناخد امثله دلوقتي على الميد جورني وهناخد امثله على الشات جي بي تي ونشوف بعض الافكار لما نوصل لها، لكن هو نفسه مش فاهم هو بيقول ايه. يعني هو ما عندهوش الحس الفني او او او، لكن هو اتدرب فتره طويله جدا. الميد جورني اول ما نزل احنا شفنا الاصدار الثالث او بدانا ننتبه للاصدار الثالث، لكن الاصدارات اللي قبل كده كانت سيئه جدا ما كانتش، انما لما نزل الاصدار الثالث او بدا ايه الناس تكتشفوا لقوا ان هو بدا يبقى قوي، والاصدار الرابع بقى روعه، الخامس بقى احسن وهكذا. تمام، هو بيطور بشكل قوي جدا. فالجان ده هي دي اللي هي التكوين بتاع الصور. دي انواع كتيره من الشبكات العصبيه، كل واحده من دول محاضره لوحديها، لان كل واحد فيهم بنستخدمها في حاجات وحاجات تانية وهكذا. في حاجات فيهم بتستخدم في الكتابه، في حاجات فيهم بتستخدم في صور، في حاجات فيهم بتستخدم في التعرف على اشخاص. يعني تخيل ايه ان احنا ادي كل صور الناس اللي ضاعت والصور اللي احنا لقينهم مش عارفين اهليهم مش عارفين نوصل لهم، هو يبدا ان هو يوفق الصور مع بعض. تمام. طيب هنا مثلا الشبكات العصبيه التلفزيونيه اللي هي سي ان ان بيبدا ياخد الصوره، انا اديت صوره قطه وصوره كلب، ما بقاش بقى زي الاول ان هو ادي لكم كبير من الصور هو يحاول، لا ده هو بيعالج الصور ويبدا يشوف العناصر الاساسيه الانف الودان الضوافر الحاجات ديت ويبدا يفهمها ويفهم ان دي قطه. فبقى في خلايا كتيره جدا بتبدا انها تفهم ان دي قطه دي كذا دي كذا وهكذا. تمام. هنا مثلا صور موجوده فهو من خلالها يبدا يشوف الصوره دي، هل دي صوره اشخاص، هل دي صوره سيارات، هل دي صور فيله مقاعد. بعد كده بدا يدرب لما يلاقي حد قلقان مثلا في المطار او كده ياخد باله ويبدا يدي تنبيه للظابط، شوف ده قلقان عشان الطياره ولا قلقان لانه مهرب مخدرات وحاجات زي كده. العربيه زي ما احنا قلنا طول ما هي ماشيه بتعالج 1 جيجا من البيانات في الثانيه، 1 جيجا من البيانات في الثانيه، فبيبدا يشوف حواليه ويبدا ان هو يستوعب كل حاجه حواليه. هنا مثلا صوره كان خلى الكمبيوتر يبدا يفهم فقال لك ان ده شخص وده مثلا تلفزيون وده كرسي وده شنطه وبدا يفهم كل الحاجات دي، لكن هم لعبوا في حاجه بسيطه خالص، حطوا فيل في الصوره اهو لو ركزت على الصوره اللي في اليمين جنب الشخص حطوا فيل، فاوتوماتيك الاجوبه اغلبها بقى خطا، يعني عملوا لخبطه، انا ايه اللي دخل الفيل في قلب الغرفه، انا ما اتفقناش على كده. تمام. طيب اللي فات ده حاجه مهمه جدا، ليه؟ لان دي احنا كنا بنفهم النظريه بتاعت الذكاء الاصطناعي والفكره والمفاهيم، والمفاهيم دي مهمه جدا لان هي دي الاساس بتاع الذكاء الاصطناعي. دلوقتي بقى نشوف الادوات العمليه اللي احنا ممكن نحتاجها طول فتره المشروع. تمام. طيب قبل ما ندخل فيها، حد عنده اي سؤال؟ حد عنده اي سؤال؟ في سؤال؟ طيب احنا دلوقتي لسه المشروع في اوله، لسه ما فكرناش، مش عارفين نعمل مشروع ايه اصلا، يعني الموهبه مفيش، ما عندناش افكار في دماغنا، فعايزين نبدا نفكر كده مع بعض. ففي تولز كتيره جدا بتساعدك وانت لسه ما بداتش. تمام. عندنا مثلا اوبن شات جي بي تي اللي هو الناس كلها منبهره بيه، اللي هو تساله سؤال يبدا ان هو يجاوب عليها. والكوبايلوت ده موجود دلوقتي في الاوفيس، كوبايلوت وموجود في حاجات كتيره جدا، لكن في الاوفيس مثلا ممكن ايه انت عايز تخليه يعمل حاجه في الاكسل ومش عارف الكود بتاعها، اكتب له انا عايز اجمع اول 5 ارقام وتقسمهم لي على كذا وتجيب لي النسبه المئويه، اكتبهم له زي ما انا بقولهم لك كده بالعربي، مش لازم كلمات معينه،
هو هيفهم ويتعامل معاك، فبقى كوبايلوت يعني مساعد الطيار، فبقى هو هيساعدك في كل حاجه انت عايزها. الميد جورني حد فينا يعني ايه رايك في الميد جورني؟ يعني اكتبوا لنا كده سريعا في التعليقات تجربتكم ايه مع الميد جورني، هل كان زي ما انت متخيله ولا اتصدمت؟ تمام. الميد جورني في حاجات كنا المفروض بنكتبها تقريبا اكواد او كده عشان نطلعها حاجه معينه، ساعات بيطلع وساعات لا. انت بتتكلم الميد جورني ما بيطلعش اللي انت عايزه، مظبوط؟ ايوه بالظبط. طيب هو جميل جدا، انا سعيد جدا ان انت قلت الكلام ده وهقول لك ليه دلوقتي. ماشي يا باشمهندس زياد. طيب بعد كده هنلاقي عندنا الديل اي. الديل اي نفس الشركه اللي عامله شات جي بي تي اللي هي شركه اوبن اي اي. وبعد كده بنلاقي ادوب فاير فلاي. شركه ادوب كلنا طبعا عارفينها، حد فينا ما سمعش عن شركه ادوب؟ هي اللي عامله فوتوشوب وعامله الادوب بريمير وعامله برامج كتير جدا. هي بقى فاير فلاي ده موقع عاملاه عشان تجرب التكنولوجيا بتاع الذكاء الصناعي قبل ما تنزلها، تمام؟ كل واحده من دول هنتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي ان شاء الله. طيب اول حاجه بنلاقي ان في كذا حاجه بتسالهم وهو يبدا يجاوبك اجابه قويه جدا، تمام؟ زي شات جي بي تي، تمام؟ ده اللي احنا حد فينا ما جربش شات جي بي تي؟ تالي كلنا جربنا شات جي بي تي. اكتبوا لنا كده في الشات هل جربتوا ما جربتوش؟ تمام. شات جي بي تي خطير جدا، انا بستخدمه كتير جدا في الشغل، تمام؟ في الشغل، مش بقول لك ان احنا لا، في الشغل فادني كتير جدا جدا. يعني بما يعني مثلا عايز اعمل برنامج فاقول له اعمل لي برنامج، تمام؟ طيب هقول لكم على بدائل ليه، في بدائل كتيره جدا ليه تقدروا ان انتوا تجربوه. طب لو انا عايز اجرب شات جي بي تي وما عنديش، ممكن تدخل على المتصفح اللي اسمه ايدج، هتلاقيه فيه خاصيه ايدج، يعني اصلا موجود في الويندوز اصلا، تمام؟ اكتب مايكروسوفت ايدج اهوت، مايكروسوفت استثمرت فلوس كتيره جدا في شات جي بي تي، فلذلك ايدج بقى من اول الحاجات اللي بتاخد التكنولوجيا اللي موجوده في شات جي بي تي وتبقى موجوده، ومنها مثلا حتى الديل اي بقى موجود برضو في ايدج. طيب حد فاكر المتصفح بتاع ايدج كان اسمه، المتصفح بتاع مايكروسوفت كان اسمه ايه؟ هو يقف على طول. طيب هو انا بيقول لي اهو شايفين الزرار دوت، ندخل فيه بقى عندي شات اللي هو شات جي بي تي. انا كده داخل على شات جي بي تي، وبالعكس بيبقى فيه بعض المزايا اكتر كمان. يعني ممكن تديله صوره وتقول له صف لي الصوره ديت. مره اديت صوره اكل وقلت له صف لي الصوره دي، فقال لي مش اكل، كان خضار وفاكهه وحاجات زي كده. بعد ما قال لي المكونات بتاعتها رحت قلت له طب لو سمحت انا عايز اعمل بيه اكله، فاقترح عليا مثلا طبق كذا وتحط كذا، عمل لي الحاجات. او بينج، مظبوط، تمام. هو بينج موجود هنا، فلما دوست عليه فتح لي، بيديني شات، فتقدر تعمل شات وتساله اي سؤال انت عايزه. بس نخلي بالنا ان في نقطه مهمه قوي، تمام؟ ان هو معتمد على ايه؟ معتمد على الكتب اللي اتغذى بيها، ماشي؟ فممكن يكون في كتاب غلط. على سبيل المثال لو انا قلت له انا برج الثور، انا معرفش انا برج ايه، ماشي؟ مش مؤمن بالابراج تماما يعني. لو انا برج الثور ايه طباعي، تمام؟ هو لقى كتب كتيره بتتكلم على الابراج، فهيبدا يجاوبك من خلال الاكواد دي، من خلال الحاجات موجوده. لو في ناس كتيره كاتبه كتب عن نظريه المؤامره مثلا، هو هيخش على الكتب دي ويجيبها لك كوبي بيست. مفيش تفكير، مفيش الـ يعني شات جي بي تي هتلاقيه نجح في امتحانات كتير قوي
في اليابان في امتحانات الإدارة في البي ام بي، لكن جه في النقطة بتاعت امتحانات المنطق وخلوا ناس دكاترة يمتحنوه وما عرفوش ده إنسان ولا روبوت، تمام زي ما اتفقنا على القاعدة دي، وسقط ما عرفش يجيب نتيجة، قال لك ده ما عندوش منطق خالص، احنا حاسين احنا قاعدين مع طفل وهما مش عارفين ان ده كمبيوتر. تمام، لو انا برج القوس او الجوزاء انسب شخص هتزوجه يكون برج ايه؟ وده اللي انا بعمل ان انت تقتنع بالابراج ده غلط يعني، بس انا بوريك ان هو ايه. طيب هو بيقول لي اعمل ساين ان، لا مجرد تعمل ساين ان مجاني بالحساب بتاعك يشتغل بدون مشاكل. تمام، طيب هقول له ساين ان، فلو انت مش لاي سبب من الاسباب مش قادر تدفع شات جي بي تي ممكن تخش على بينج وتساله زي ما انت عايز، وممكن تقول له شات فيبدا يفتح لك شات، او تقول له ايمج او تدوس من هنا ايمج هيبدا يكون لك صور، تقول له انا عايز صوره مثلا مواصفاتها كذا يبدا ان هو يكريتها لك. في معلومه كويسه مهندس سليمة بتقول الشات جي بي تي موقوف معلومات عند 2021، مظبوط، هو دي من النقط اللي بيتفوق بيها بارد على شات جي بي تي، هم حاطين ليميتد معايا. تمام، طيب اهو شات جي بي تي اهوت، تمام تقدر تساله اي سؤال يبدا ان هو يجاوب عليه. اه مظبوط، انا سالته عن كاس العالم فما عرفش يجاوب. لو انا برج الحوت، في برج في برج الحوت ولا مش عارف، لو انا برج القوس المفروض اتزوج من اي برج؟ بدا يدور في الابراج. تمام، اه هو كويس، بدا بيقول لك مستحسن عدم الاعتماد، وهيبدا بقى يقول لك مواصفات كورس القوس وتعرف على المواصفات اخرى والحاجات دي كلها، ويبدا يديك المصادر التوافق برج القوس في الحب مع الابراج. ماشي، طبعا ده ايه، انا بوريك بس ان هو اي موضوع ممكن يخش معاك عادي يعني، مش هيقول لك لا يعني، ما يقدرش يحكم مثلا هل الارض كرويه ولا مش كرويه، هل في قاره اسمها استراليا ولا لا، لان كان في ناس بتقول مفيش قاره اسمها استراليا. طيب نرجع لموضوعنا. تمام، عندنا برضو ميتا اللي هي الشركه اللي هي تحتيها الفيسبوك وتحتيها الواتساب وتحتيها الحاجات دي كلها. تمام، دي عامله برضو في نفس الفكره لكن هي اوبن سورس، ان شاء الله لما تاخدوا الباوربوينت هتلاقوا فيها كل الروابط دي، تقدر تحمل الموديل وتقدر تسطبه عندك وتبدا ان انت تعمل منافس لشات جي بي تي. وعندنا برضو جميل جدا. تمام، يعني ممكن اساله اي سؤال يجاوب بسرعه وسريع ومفتوح مش واقف عند 2021. تمام، فانا شخصيا بحب برضو لان جربته في حاجات كتيره، طبعا ده ليه مزايا وده ليه مزايا، ده بيبقى قوي في حاجات وده بيبقى قوي في حاجات، فالموضوع مش ثابت يعني، ده مش احسن في كل حاجه ولا ده احسن في كل حاجه. تمام، لكن لو حابب تساله اي سؤال تقدر تسال وكذا، بس بنسبه 20% في غلط يعني، في 80% صح و20% غلط. طيب كان في حد بيسال عن سالته سؤال وجاوبه غلط. تمام، اه ممكن يجاوب غلط، وانت يعني مثلا لما قلت له اعمل لي برمجه مثلا لحاجه معينه، كتب لي كود طبقته لقيته غلط، فقلت له انا جالي الخطا ده فخلي بالك انا عايزه بشكل معين، لا انا عايزه بلغه البايثون، لا انا عايزه بلغه الدوس، فقعدت معاه ندردش مع بعض كانه واحد صاحبك. انت ممكن تساله سؤال ويقول لك انا ما اعرفش، يعني ممكن تساله سؤال ويجاوب اجابه ثانيه خالص غير اللي انت عارفه، فتقول له لا انا مش بتكلم على كده، تكون انت مثلا بتتكلم على الكوره الارضيه وهو يفتكرك لعبه الكوره مثلا، فمفيش مشكله كان واحد صاحبك وجاوبك غلط، فتقول له لا خلي بالك من الاجابه انا عايز مثلا اجابه ثانيه. تمام، وهو ما عندوش اي مشكله خالص ان هو في حد بيستخدم الذكاء الصناعي ده كله يوميا يعني ما شاء الله. تمام، طيب جوجل بارد اهوت، اكتب بارد جوجل هتخش على الموقع وتبدا تساله اي سؤال انت عايزه، سواء في الشغل مش في الشغل، حاجات زي كده. مثلا ممكن تديله بحث تقول له لخصه لي، او تقول له مثلا
افضل كتب، ما افضل كتب تعلم الشطرنج؟ تمام، وهو ممكن تقول له علمني الشطرنج ويقعد معاك واحده واحده. انا قلت له مثلا اكتب لي صباح الخير بعشر لغات، ماشي، جاب لك كتب كتيره في اساسيات الشطرنج اهيت في ثواني. تمام، جاب لي بقى ايه صباح الخير بالعربي بالانجليزي باللغات كتير جدا. تمام، ده اسمه لارج لانجويج موديل، بيبدا يديله تكست كتيره جدا ويبدا يفهمها. ابسط حاجه يعني توضيح مخل بالموضوع، لو انت بتعمل شات مع حد فبتكتب مثلا صباح، اكيد مش قصدك صباح اللي بتغني، يعني هتلاقي وراه ايه صباح الخير صباح النور صباح علو الهمه، فيبدا انت تشوف انهي واحده فيهم اللي انت تقصدها. تمام، هي قريبه منها بس هو الموضوع اعقد من كده في شات جي بي تي وفي ميتا وفي بارد، موضوع متقدم على فكره. جوجل مخترعه الفكره نفسها من زمان، يعني شات جي بي تي اصلا معتمد على حاجات جوجل عاملاها، لكن جوجل ما كانتش عايزه تنزل التكنولوجيا بتاعتها. ليه مش عايزه تنزلها؟ لسبب بسيط، ان هي بتكسب من المحرك البحث، فهي حاسه ان ده هيقضي على محرك البحث، ما كانتش عايزه تنزله غير لما لقيت الناس خلاص بتسيبها وتروح شات جي بي تي، فقالت لا خليك معايا وانا هعمل لك جوجل بارد وتبقى موجود معايا، لان هو خايف يخسر معلنين. اليوتيوب، انا دلوقتي بدل ادخل على اليوتيوب بخش على شات جي بي تي او اخش على بارد واقول له خد الفيديو ده لخصه لي، يلخص لك الفيديو، تخيل. طيب بص، ده الصور، تمام، طبعا دي قضيه كبيره جدا مش هندخل فيها، بس الصور دي هو خد لقطات من حاجات متفرقه وحطها، فهل ده يعني هل هو رسم الصوره؟ حقوق الملكيه لمين؟ يعني في صور اتباعت بملايين من الذكاء الاصطناعي، تمام، حقوق الملكيه لمين؟ طبعا اشهر حاجه طبعا ميد جورني، ده اللي هو ان انت تديله التكست ويحولها لصور، تمام. وعندنا طيب خلينا نخش على ديسكورد. ديسكورد ملوش علاقه بالموضوع ده خالص، لكن هو عباره عن منصه الناس بتبدا تحط البرامج بتاعتها. فديسكورد عامل زي الفيسبوك، يعني ديسكورد مش هو الذكاء الاصطناعي، لكن جواه بنلاقي تولز كتيره جدا وادوات كتير جدا خاصه بتحويل التكست لصور وحاجات تانية، لكن هي اشهرها التكست لصور. اهو الديسكورد، تمام، ده ممكن تعمل بيه اجتماعات، ممكن تعمل عليه محاضرات، ممكن تعمل بس على الفيسبوك، هو اوبن سورس فبيعمل حاجات كتيره جدا. بص دي تولز كتيره انا مسطبها، تمام، خاصه بيا، منهم مثلا حاجه اسمها تنسور ارت، ده ميزته ان هو في مودلز كتيره جدا لتحويل التكست لصور، حاجات مثلا ممكن تقول له اعمل لي حاجه للمباني، حاجه لاشخاص كرتون، حاجات زي كده. استخدمته قبل كده عشان اعمل شخصية كرتونية على هيئة بطاطس على هيئة موز، يعني حاجات كده يعني، تمام. الميد جورني لازم تدفع فلوس، يعني خلاص كان في فترة مجانية وخلصت، ماشي. في من الادوات الجميلة جدا ليوناردو، تمام، ليوناردو من الادوات القوية، هتلاقي فين صورة ليوناردو، تمام، ليوناردو دوت اي اي، ممكن تستخدمه من الموقع او تستخدمه من هنا، وبرضه هتلاقي الروابط في الباوربوينت اللي انا عامله، تمام. هنا بقى تبدا تكتب له انا عايز كذا، هو يبدا ان هو يكون لك الصوره. تمام، ده هنا الجنرال وامشير، ده هو عامل زي قنوات كده بحيث ان الحاجات ما تدخلش في بعض، تمام. بيقول لك اكتب كلمه ايماجين وتكتب الصوره اللي انت عايزها بحيث ايه يبدا يعمل لك الصوره. طيب خلينا نشوف بقيه الحاجات.
هنا مثلا اوبن اي اي عامل حاجه اسمها ديل اي. تمام، ديل اي ده حاجه قويه جدا، بتدي له تكست يحولك لصور، او ممكن تدي له صوره ويغير لك فيها. يعني انا عملت ريندر مثلا لمشروع، وده فعلا اكتر اداه انا بستخدمها فيهم كلهم، لان انا بالنسبه لي مجاني والاداه بتاعتي كان حلو. عملت ريندر لصوره، وبعد كده الصوره مثلا مش عايز ازود عليها حاجه، بدل ما اعمل ريندر تاني بدي له الصوره واقول له كبر لي صغر لي حط لي عربيه هنا زي ما انا عايز. ممكن اقول له قرب نايت، قرب نايت، ماشي، ونشوف هيعمل الصور ازاي. على الجنب هنا دي حاجات انا كنت اشتغلتها قبل كده، هتلاقي كتير جدا، لان يعني كل يومين ثلاثه كده ادخل اقول له ايه خد الصوره دي عدل لي فيها. تمام، دي صوره مثلا كان منظر داخلي انتيريور ديزاين، فقلت له طب ضيف لي ترابيزه، طب ضيف لي كذا، طب اعمل لي كذا، فبدا فعلا يعمل لي الصور ديت. تمام، تعالى سيبك بقى من الحاجات دي. هنا بقى حاجات العماره، اديت صوره طب عدل لي فيها، اديت الصوره الصغيره دي اللي هو دي، طب كبرها لي، طب حط لي حد بيقرا كتاب، فبدا يحط لي حد بيقرا كتاب. تمام، اديته الحته دي وقلت له حط لي باب، فحط لي الباب هنا، او حط بالشكل ده او بالشكل ده، بدا يجيب ابواب مختلفه ويبدا ان هو يحطها. تمام، قلت له اعمل لي ريزيدنشال هوم وهكذا، فبدا يعمل لي المباني اللي انا عايزها. فممكن يديك ايه تخيلات كتيره، انت مثلا عندك عايز تعمل رامب معين، الرامب كان عندنا مشكله كده في الرامب، فهو تدي له بقى شويه حاجات ويبدا يديك افكار ويفكر معاك والحاجات دي كلها. تمام، طيب كل دي مواقع مختلفة ممكن مثلا تجربها، بيعملك صور وتبدأ تشوف بقى أنا واحدة فيهم اللي انت مستريح معاها. في حاجات ممكن متخصصة في ان هو يعمل كود مثلا، او يعمل لك لوجو مثلا. طيب اوتو دروب، بتبدأ ترسم اي حاجة وهو بقى يحول لك الحاجة دي لحاجة فنية. تمام، وهكذا. انا ايه اللي انا رسمه، ماشي، يبدا يقول لك انا واحده فيهم، فالشخبطه دي ممكن تبقى بدله في يوم من الايام مثلا، يبدا ان هو يحولها لك لبدله. ماشي، ده من نوع الذكاء الصناعي تبع شركه نيفيديا. طيب ده موقع جميل جدا، بيحاول يكتب الصور، ممكن ابقى اشارك معاكم الرابط عادي دلوقتي لو حد حابب يجرب او بعد الفيديو. تمام، دي مثلا صوره انا مجرد قلت له اعمل لي مبنى يكون فيه فساد، فساد في الواجهه، في فساد جوه المبنى، فراح عامل لي الصوره ديت. تمام، طيب انا قلت له عايز موديل اهوت. تمام، ممكن نغير الموديل ونشوف فكره ان انت تغير الموديل. البرومت انا وصفت اديته الوصف الحاجه اللي انا عايزها، طول تاور وهكذا. في حاجه برضو ان انا اقول له نيجاتيف برومت. يعني ايه نيجاتيف برومت؟ يعني في بعض الحاجات انا مش عايزك تحطها لي، مش عايزك تحط لي اشخاص، مش عايزك تحط لي ايرور، مش عايزك تحط لي اشخاص ناقصين يعني نص وشهم وكده. طيب خليني اقول له ان انا عايز اغير الموديل دوت. يبدا بقى ده الموديل اللي كان موجود. طيب عايزين نجرب بقى ورك سبيس، ونبدا نعمل، نقول له اعمل لنا صوره جديده. تمام، طيب الموقع ده ميزته ان هو كل يوم بيديك 100 نقطه، 100 نقطه، ف يعني مش محتاج حاجه تاني. دي شويه صور انا عملتها اهو، ده معازبني خليته مره فارس اهوت، ومره يغير، مره كرتون، وهكذا. تمام، دي الشخصيات الكرتونيه اللي انا قلت لكم عليها، حاجات كده ايه ظريفه. بص انا نفس التكست بس غيرت الستايل. طب نغير الستايل منين؟ بيزك موديل، وابدا اقول له مثلا عايز اجرب الستايل دوت، مثلا عايز ريليستيك، عايز جيم، عايز ديزاين. تمام، خلينا مثلا نتكلم في العماره، في هنا اركتكتشر. تمام، الاس دي كي ال ده من الحاجات اللي هي قويه، ممكن تقول عايز حاجه 3 دي. كان فيها بيلدنج اهي. طيب انت عايز مبنى بأني واحد من دول، بالشكل ده او الشكل ده او الشكل ده. اي تكست هياخد الشكل ده، يعني هياخد الفكره نفسها ان ده مثلا انتريور، ان ده
خارجي ان ده ايزومتريك وهكذا. اي ستايل انت عايزه مجرد بس تختار، انت اخترت كده الستايل تمام. بعد كده في حاجه اسمها لورا. لورا يعني ايه؟ فلتر اضافي، يعني خلاص انت اخترت ده لكن في فلاتر اضافيه. فلاتر اضافيه هتلاقي في بيلدينج هتلاقي حاجات مختلفه تماما عن اللي احنا اخترناه، يعني مش هتلاقي نفس الحاجات اللي كانت الاختيارات اللي كانت موجوده. لا بيقول لي انت عايزه على شكل جيم، ولا عايزه على شكل فيرشوال بيلدينج، ولا عايزه على شكل كذا، ولا عايزه بالشكل دوت. تبدا تختار المنظر اللي انت عايزه تمام، وتكتب بقى التكست اللي انت عايزه، وتقول بقى السايز اللي انت عايزه او الريشيو. السيد، السيد عباره عن ايه؟ هل انت عايزه يلتزم بنفس الحاجات اللي انت اديتها له ولا يغير؟ يعني لما تقول له مثلا ايه خليها صفر يبقى اديك صوره زي ما هي، لا خليها واحد يغير لك الصوره كلها. طب نص يبقى نص تغيير تمام. طيب خلينا نقول له ايه دي مقرونه، اقول له جنريت. تعال بقى نشوف الصور. او مثل ان هو كل يوم هيديك تعمل 100 صوره، 100 صوره كل يوم. ده اسمه تنسورت دوت ارت تمام. هشاركه معاكم الحاجه تمام. دي صور انا مجرد بس قلت له اعمل لي مبنى، عمل لي الصور الجميله دي تمام. اهو الصور بدات تطلع اهي. تقدر تقول له غير لي بقى الستايل كذا، تقدر تشاركه مع الناس. هسيب لكم الرابط. هو ده فعلا من المواقع اللي بستخدمه كتير، لان هو بيديني 100 نقطه فمجان يعني تمام. طيب وهتلاقي الفيديو على اليوتيوب. ده موقع متخصص في ان هو بيعمل سيرش عن الصور اللي معموله بالذكاء الاصطناعي. يعني هو ميزته في كده ان انا عايز صور حد عملها بالذكاء الاصطناعي، يبدا يدور لك في كل المحركات البحث بتاع الذكاء الاصطناعي. وفي جنريت يعني لو عايز صوره جديده يبدا يعملها، مثلا باتمان او ايجيبت. خلينا نكتب ايجيبت ونشوف ايجيبت عامله ازاي. خلي بالك الذكاء الاصطناعي وهم بيبرمجوه على الحاجه هو بيشوف ايه اكتر حاجه موجوده. فاول ما يتكلم ايجيبت ما بيبصش على حاجه غير القدماء المصريين او الفراعنه تمام. يبدا هيجيب لك 1000 صوره تقريبا كلهم مركز على الاهرامات والبيراميدز والحاجات دي. ولو قلت له المعاصره هتلاقي ان هو ده ستايل كان فيه تراب، يعني هو شاف افلام كتيره كان لما بيتكلم عن مصر بيبقى فيه تراب تمام. الفكره بتاعتهم ان احنا في مصر ما عندناش مباني انها صحراء، فهو بياخد الستايل دوت اول ما تقول له ايجيبت تمام. خلاص بدا يعمل لك الصور. لو انت قلت له ايجيبت مش هيجيب لك اللي انت عايزه، انت لازم تديله حاجه بالتفصيل. يعني تعال شوف الصوره دي عشان يوصل لها كاتب ايه، اهرامات الجيزه وعايز انرجي اوف ذا اير وعايز اكشن شوت وعايز هيوريك فانتس. بدا يديله كلام كتير عشان يديله الصوره اللي هو عايزها. يعني ممكن اقول له ايه انا عايز بيت واسكت، هجيب لك اي بيت. انما لما تقول له انا عايز بيت تصميم زها حديد، بالذات زها حديد ناس كتير عملت الموضوع قبل كده فبدا يهتم بيها ويركز عليها. لو قلت له اي مهندس معماري تاني ممكن يكون شاطر لكن مش بنفس شهرة زها حديد، هيدور مش هيلاقي صور كتيره فهيجيب لك الجوده قليله. يعني لو قلت له حسن فتحي، انا بحب حسن فتحي بس هو هيدور مش هيلاقي غير 3 4 صور فهيجيب لك حاجه فقيره. فلذلك لازم ايه تبدا تتدرب بقى كده، انا عايز صوره رياليستيك، انا عايز صوره كذا. شوف الناس كتبت ايه وتعلم منهم واكتب زيها تمام. اهو تبدا تشوف ايه المكتوب وتبدا ان انت تديله. ممكن واحد يديله كلمه وممكن واحد يديله حاجه قويه تكست معمول بشكل حلو، ان انا عايز صوره واضحه للتصميم فلاني، ادمج لي تصميم ليوناردو دافنشي مع حسن فتحي، هات لي مثلا زها حديد مع مثلا اي حد من المعماريين المشهور فرانك لويد او اي حد، يبدا ان هو يعمل لك الصوره ديت. فهمنا الفكره؟ ده الفكره ان حد عرف يعمل برومت انجينير فبدا يطلع له حاجه خطيره، وواحد ما عرفش فطلعت الحاجه فقيره جدا ويقول لك انا مش الذكاء الصناعي ما بيعملش حاجه الصوره اللي انا عايزها. لا انت اديته حاجه فقيره، اديله تكست قوي هيبدا يديك حاجه حلوه. الجميل ان انت لو خدت نفس التكست وكتبته هتجي لك صوره مختلفه تماما تمام. يعني انا لو خدت نفس الكلام دوت وقلت له جنريت يبدا يجيب لك صوره مختلفه كانك انت رسمت حاجه مش موجوده قبل كده تمام. بيقول لي بقى اكتب الديسكريبشن بتاع الصوره.
ويكتب النيجاتيف ويبدا ان هو يعمل لك الصوره اللي انت عايزها. تمام، ده موقع ده بيفيدني ان انا ايه يديني ايه ممكن انا عايز مثلا تصميم معين فيبدا ان هو يعمل. ده موقع بيعمل لك الصوره التكست بدل ما يعمل لك صوره 2D يعمل لك 3D. ده برضه نفس الفكره، يعني ده بتدي له اي تكست يبدا يحوله لك ل 3D وتبدا تلف حواليه وتشوفه 3D. ماشي. قول له عايز ايس كريم يعمل لك ايس كريم من تلف حواليه وكده. عايز بيت مثلا معين يبدا يجيب لك البيت من جميع الزوايا وتقدر تعمل حواليه روتيت زي ما انت عايز. بص الحاجات دي ينفع ان انت تكتب بالعربي، لكن جربتها اكتر من مره والنتيجه كانت سيئه، فاحسن حاجه افتح جوجل ترانزليت اكتب الكلام العربي اللي انت عايزه وخد الكلام كوبي من الانجليزي وحطه. يعني لما بكتب الكلام بالعربي بتطلع نتيجه سيئه، ما تدربش هو بشكل كافي، لكن لما باخد نفس الكلام واوديه جوجل ترانزليت وترجمه بيجيب لك اللي انت عايزه احسن. تمام. طيب بوينت اي ده بيحول نص لشكل ثلاثي ابعاد، ده جوه حاجه اسمها هاجنج فيس. هاجنج فيس اوبن سورس، فهاجنج فيس اي مشروع عليه بيبقى اوبن سورس، يعني لو انت عايز شفره الكود بتاعته تقدر انت تحملها وتبدا ان انت تشتغل عليه، وهو تبع اوبن اي اي. على فكره الشركات العملاقه كلها بتتجه لموضوع الاوبن سورس لان هي بتستفاد من الاراء بتاعت الناس وحاجات زي كده. فهاجنج فيس اوبن اي اي عامله مثلا على الهاجنج فيس عامله كذا مشروع وبتبدا تجربه وتبدا تاخد اراء الناس وتبدا انها تطور. ادوب فاير فلاي، تمام، ده ادوب حط عليها الحاجات اللي هي ناويه تنزلها في الاصدارات اللي بعد كده. يعني مثلا ايه ان انت تكتب تكست فيبدا يحول لك بشكل حلو. تعال نشوفه مع بعض. تمام، هنا مثلا تكست تو ايمج، يعني ايه هتكتب تكست وهو يحولها لك لصوره. تمام، اللي هو زي الميد جورني. تمام، في بقى جينيريتيف فيل. يعني ايه جينيريتيف فيل؟ يعني انت عندك صوره وفي وانت مثلا ماسك كوبايه قهوه، انا عايز بدل كوبايه القهوه دي كوبايه شاي، يحولها لك اكتب له بس انا عايز كوبايه شاي يبدا هو يظبطها لك كوبايه شاي. تمام، فدي من الحاجات القويه جدا. في عندنا حاجه اسمها تكست افكت، يعني اكتب اي تكست وقول انا عايز تكست ده على شكل حاجه معينه يبدا ان هو يعملها لك. في اكستند ايمج، ان انا عندي صوره اقول له بقى ايه تخيل لو الصوره دي انا مش عارف ايه اللي حواليها، هات لي اللي حواليها. يعني انا عندي صوره بيت عايز اشوف البيت ده موجود في ايه. مهندسه ريما عيد بتسال هل تم تطبيق الذكاء الصناعي في المشاريع المعماريه؟ كتير جدا. تمام، هنشوف مع بعض امثله عمليه للموضوع ده. في حد مثلا خلى الذكاء الصناعي يحفظه كود مثلا الامريكي، كود كذا كود كذا، ويبدا هو يعمل شيك على الموديل ويتاكد هل فعلا الكود متطبق ولا لا، او يقول له مثلا وزع لي الحاجات دي، وزع لي الاناره مثلا بكود كذا، او وزع لي الحريق السبرينكلر بتاع الحريق بالان اف بي اي. تمام، فموجود دلوقتي حاجات كتير جدا، وجوه الريفت في حاجات كتير خاصه بموضوع الذكاء الصناعي، تولز ممكن تتسطب وجوه الاركيكاد وجوه بقيه البرامج. طيب ده محرك اللي هو اللي اسمه بينج، ده تقدر تعمل بيه صور، في جزء اسمه كرييت. تمام، ده يخليك تكريت صور من خلال ان انت تديله تكست. تمام، او تقدر تقول له انا عايز صوره في كذا، والميزه ان هو متدرب على العربي شويه برضه. تمام، رجل عربي على حصان. تمام، يبدا بقى يكون لك الصور. تمام، إجابة غلط. تمام، تبدأ بقى تعمل إيه؟ أو لسه هو بيعملها، لسه بكريتها. لو لقيت أي واحد فيهم مش فاهم عربي اكتبها له بالإنجليزي. أو عمل الصورة أهي. تمام، عملها صح. الميزة إن أنت لو دورت على النت مش هتلاقي دي صورة حد حقيقي، ده هو كريتها لك مخصوص عشانك أنت. فالمفروض إن ملهاش أي حقوق كوبي رايت. طيب اللارج لانجوج موديل قلنا اوبن اي اي،
في موقع اسمه كاتب، ده موقع بالعربي اللي عاملينه ناس عرب. ده مجرد ان انت تقول له انا عايز اكتب موضوع عن كذا، يبدا يكتب لك الموضوع ومش مقفول عند 2021. قول له انا عايز اتكلم في كذا، طب انا عايز افكار معينه، طب حط لي النقط، طب انا عايز اعمل فيديو فاكتب لي السكريبت بتاع الفيديو. بيساعدك في حاجات كتيره جدا. تمام، اسمه كاتب. طيب خلاص احنا وصلنا بقى ايه، عايزين نبدا شغل مع بعض. يلا بقى نبدا. طيب البروجرام اناليسيز هنستخدم حاجه اسمها تيست فيت اي اي. ده عباره عن ايه؟ ده حاجه بالشكل دوت موجود الفيديو لو انت عايز تشوفه. انت بقى الميزه بقى ايه، ان انت بتقول له انا عندي قطعه ارض 200 متر في 300 متر، يبدا ان هو يوزعهم لك من غير ما تقول له حاجه خالص. تمام، طب انا عايزك قطعه الارض دي عايز اكبرها شويه، بدل بعد ما انت عملت له تصميم بدل 100 متر خليها 80، يعني غيرها لك ماشي في ثانيه، يعني مجرد بس تدوس كده يعملها لك. مره كنا شغالين في مشروع وقصه طويله كده، ما كانوش بياخدوا راي الشخص بتاع الليد والاستدامه، وفوجئوا في اخر المشروع ان لازم يبقى في مساحه خضراء اكتر. فمجرد ان هم بس ايه يوم يغيروا عادوا شغل تاني. تمام، فالموضوع كان سيء جدا يعني. طيب خلينا اخد بس التست فيت دوت عشان ده مهم جدا بالنسبه لنا. ده من ضمن الحاجات اللي هي القويه جدا. تمام، طيب هبعت لكم الرابط ان شاء الله. او خليني اخش كده. يوتيوب تيست. في برامج كتيره وفي مواقع كتيره، وده اكيد يعني اوتوديسك مش هتنزل بسهوله عن المكان بتاعتها، فبتحاول انها تدخل كل الحاجات دي في البرامج بتاعتها عشان تفضل برضو هي مكتسحه السوق. تمام، تعال نشوف اهي ازاي تضيف طرق بالتيست، وازاي ان انت تقسم الارض بالذكاء الاصطناعي، كل الحاجات دي في ثواني. تمام، يعني تخيل بعد ما عملت التصميم واتقال لك غير، فتلاقي على طول الابواب والشبابيك ويجيب لك انت لما غيرت حصل تعديلات ايه؟ ايه اثر مثلا على ايه في الشغل وهكذا. انا مجرد ان انا بديته المساحه بدا ياخد الارض وبدا يقول لي مثلا انها تنفع مباني قد ايه وحاجات زي كده في ثواني. تمام، بدا يقول لي كذا، طب انا عايز اغير الشكل، لا ده انا عايز اوفيس، ده انا عايز المكان ده زرع، طب انا عايز المكان ده يكون فيه طريق سريع. ده كل ده هو مجرد بس انت بتدوس ضغطه يعمل لك كل التصميم دي، وفي الاخر بيحولها لك الاوتوكاد يعني. تمام، بص مثلا الباركنج مثلا كبرتها، هو اوتوماتيك يزود لك كام باركنج جداد، صغرتهم هو اوتوماتيك يظبط لك كل المساحات الموجوده. والمشروع ده انا كنت اتعمدت ان انا اعمله في تقريبا في مصر حاجه زي كده ماشي. فبرنامج ده من ضمن البرامج اللي هتوفر عليك وقت كتير قوي، وده الرد على هل الذكاء الصناعي موجود دلوقتي في الشغل بتاعنا ولا مش موجود. تمام، طيب ده من ضمن الحاجات اللي هتوفر عليك وقت. برضو في تيست فيت، هجيب لك هبعت لك الحاجه دلوقتي. اوكي كده هتاخد الفيديو الحاجه، بس ايه هبعته لك دلوقتي. حاضر، اسمه تيست فيت. تمام، التاني برضو زيه. تمام، تحليل الموقع وفقا للمطالبات، اسمه ارشي ستار. ده مجرد بس ايه تدي له حته الارض اللي انت تبني عليها المشروع، ويبدا بقى يقول لك ممكن تبقى مثلا لو مبنى سكني هيكسبك كذا، لو مبنى كذا، طب المواصفات بتاعته، كل الحاجات اللي انت بتحلم بيها، حد متخصص قاعد معاك بدون مقابل. تمام، لو انت عملته بالشكل دوت، طب لو خليته بشكل كذا، طب لو حطيتهم ثلاثه موازيين لبعض، وكل واحده فيهم مجرد بس تدوس هو اوتوماتيك يعمل لك الحسابات
وفي جزء من الثانيه يبدا يجيب لك كل المعلومات اللي انت محتاجها. طيب كونكس ده المبرمجين بتوعه مصريين، وهو ما شاء الله بدا يتطور وبدا يبقى موجود في السعوديه برضو. عباره عن ان انت بتحدد المكان، انا عملت له فيديو شرح ليه، بتحدد المكان وتبدا انت تقول له انا عايز تعملها لي فيلا، فيبدا يقول لك طب في جيران قد ايه، هل 3 جيران ولا جيرانين بس، ويبدا بقى يجيب لك تصميم بتاع الجراوند والفيرست، ويبدا ان هو يحول لك بعد كده الاوتوكاد. يعني بص هو كده بيعمل دراسه احسن تصميم ايه، ويديك اقتراحات كتيره. مثلا عمل لي 15 اقتراح، اللي انا اخترته وابدا اشتغل عليه، واللي تقدر تحمله اوتوكاد وتبدا تعدل، بيشوف بقى علاقه الغرف ببعض. كل الكلام ده بيتم في ثواني، تمام. ويبدا يجيب لك الروف ويجيب لك كل حاجه، ويجيب لك الاوتوكاد سواء انت عايزه وان لاين او تو لاين، يعني الحيطه بالسمكه بتاعتها بالدايمنشن بكل حاجه. فده لازم تبداوا بيه، لان ده يعني ايه، يعني من الحاجات اللي نفتخر ان اخوه مصريين مسلمين عملوها. يعني البرامج دي يعني بيبقى تجربه، تمام. يعني انت ليك ان انت تعمل ترايل وتجربها اكتر من مره، لان هو بيدفع فلوس عشان تشتغل معاك. الناس اللي بتسال عن حاجه زي كده في تصميم الكهرباء، ماجيكيت. ماجيكيت ده انا اشتغلت عليه في 2008، حاجه خطيره. حتى كلمتهم ساعتها وقلت لهم انا شغال عليه، عجبهم. يعني قالوا احنا عاملين حسابنا ان هو جوه فنلندا بس، مش عاملين حسابنا ان هو بره دول الكومنولث. مش يعني هم مش عاملين حسابهم انهم يخشوا دول اوروبا. فازاي واحد في مصر سمع عنه وشرحته في كتاب وشرحته في فيديوهات وعملت بيه مشروع مستشفى في المعادي، فكانوا مستغربين انت ايه اللي عرفك بينا اصلا، تمام. انا ببعت ماشي. كل اللينكات موجوده في ديت، اكتب بس ماشي كده على الحاجه هتلاقيها، ماشي. طيب كونكس حاولوا ان تجربوه، يعني هيعجبكم ان شاء الله، تمام. في بقى بلينري. بلينري بيساعدك ان انت تكتب العقود والحاجات دي كلها. هم دخلوا الذكاء الصناعي ان ممكن في جزء مثلا معين انت مش عارف تكتبه، تقول له ايه اعمل لي الجزء دوت، فهو بيساعدك في عمل الاي اي ار والبي اي بي. انا سايب لكم اللينك بتاعه اهوت لو حد عايز ان هو يجربه، بيساعدك في عمل العود والحاجات دي كلها. ده برضو البلينري برضو تخليك تشوف المبنى 3 دي وحاجات زي كده. طيب الموقع ده مهمته ايه؟ ان انت يساعدك في عمل العقود، عنده تمبليت كتير للعقود، وينبهك لو انت مثلا رفعت له عقد وفي مشكله، يبدا يقول لك خلي بالك ان في مشكله في العقد، تمام. طيب دي بقى الحاجات الجيولوجيه، بيبدا ان انت تشوف المكان اللي انت عايزه، وهو بيبدا ان هو يفتح لك المكان وتشوف المكان ده 3 دي، تمام، التوبوغرافيه بتاعت المكان، وتقدر تحدد له مكان وتقول له انا عايز المكان ده عايزه عندي في الريفت او في البيم او كده، يبدا ان هو يفتحه معاك. تمام، ابدا اختار بقى المكان اللي انت عايزه، يبدا يوريه لك في 3 دي بالشكل دوت. وتقدر تاخده على ان هو اوتوكاد، او تقدر تاخده على ان هو بيم زي ما انت عايز حسب ويبدا يجيب لك الليرات، يعني برضو في حاجه جي اي اس وهكذا. هنا بقى يبدا يوريه لك بقى ايه في الاوتوكاد هيبقى عامل ازاي وفي الحاجات دي كلها عامل ازاي. تقدر تعمل داونلود للمنطقه اللي انت عايزها، هو حتى الان مش للعالم كله لكن في اجزاء معينه. طيب دي بقى برضو حاجات تكنيكال سيرفي، هتلاقي عندك حاجه اسمها تيست فيت وسوبر وسبيس ميكر. سبيس ميكر ده محتاج محاضره ساعتين لوحده، عجبني جدا السبيس ميكر، عملت عنه قبل كده محاضره هتطلع على قناه بيم قريبه بالتفصيل. طيب هايبر ده بيعمل ايه؟ انت بتديله الشكل المبنى المبدئي، وهو يبدا يعمل لك تحليل لكل حاجه تتخيلها، حاجات الخاصه بالسايد ديفلوبمنت، الحاجات الخاصه بالتكييف، الحاجات الخاصه بالضغطات، الحاجات الخاصه بالميك بيلدينج، الحاجات الخاصه بكل الحاجات الخاصه بالاستدامه يبدا يعملها لك، الحراره، الرياح، الظلال، كل الحاجات دي من غير ما تسطب باي برنامج، كل ده اونلاين. حاجات ولا اروع.
تمام اهو الموقع اهوت تمام بيتعامل مع الريفت وبيتعامل مع الاكسل وبيتعامل مع الداينامو وبيتعامل مع الجراس هوبر وبيتعامل مع الراينو وبيتعامل مع الاي اف سي. مجرد بس تديله المكان واللوكيشن وتقول له بقى اعمل الاناليسز لكذا هيبدا يعمله لك تمام ومجاني. ساين اب فور فري. طيب نخش بعد كده اس بي سميكر اللي احنا اتكلمنا فيه. انت بتدي له المكان وتبدا ان انت تقول له مثلا ثلاث ادوار. طب انا شكل، طب انا عايزك تعمل لي بقى تحليل للرياح للظلال للحاجات دي كلها، يبدا ان هو يعملها لك. وتبدا تقول له مثلا انا عايز اشوف ضوضاء، يعني اعمل لي خريطه كده بالالوان الصوت، فيبدا يشوف الشوارع الرئيسيه الصوت اللي هيبقى موجود فيها بتاعت العربيات. طب انا في انهي برج من دول هيشوف البحر، وانهي برج منهم هيشوف الاهرامات وهكذا تمام. فيبدا ان هو يعملها لك. ده خرائط بقى اللي بيصدرها للكاد. طيب هنا برضو كلايم سيرفي منهم اداه حلوه قوي اللي هي تول كوف. ده بيدرس لك الضوء اللي موجود وتحسين ضوء النهار وتصميم الواجهه، واسلوب جدا سهل جدا، مجرد ياخد الموديل يبدا ان هو يعمل لك اناليسيس ليها. هنا عشان يعمل المخططات بشكل اسرع بتبدا تدي المعلومات ويبدا يعملها. هنا ديجيتال بلو فورم، ده موقع سهل جدا في الاستخدام، بيديك ان انت تجربه 7 ايام. بتدي له بس اللوكيشن ويبدا ايه ويبدا ان هو يعمل لك كل الاناليسيز اللي انت ممكن تحتاجها تمام. الموضوع سهل جدا، انت بتدوس رايت كليك وتقول له انا عايز اعمل اناليسيز كذا يعمله لك. بص وكل حاجه بتتغير في ثواني، يعني انت رسمت طريق في النص راح مظبطها لك. طب انا عايز المبنى يكون بالشكل دوت، كل ما بتعمل حاجه بيقول لك بقى ثاني اكسيد الكربون هيبقى تاثيره عامل ازاي، الضوضاء عامله ازاي، الحاجات كلها عامله ازاي، بيعمل لك اناليسيز بشكل خطير. تقريبا كل الحاجات دي بتقرا اي اف سي وبيصدر اي اف سي تقريبا كلهم، لان اي اف سي طالع من سمارت بيلدينج، فهي عامله ان كل الحاجات اللي عايز تشتغل في المجال لازم تكون بتستورد وتصدر للاي اف سي. طيب ده بقى بتدي له بس ايه، عامل زي شات جي بي تي، تقول له انا عايز البيت يكون فيه غرفه كذا وغرفه كذا وغرفه كذا، يعمل لك كل الحاجات دي. تقول له عايز كوريدور، عايز ليفنج روم، فشات جي بي تي معماري. هنا برضو نفس الفكره، ده بيعمل لك تحليل للمشاريع والبيانات ويخليك مجرد ترسم الكتله يبدا ان هو يعمل لك التحليل ليها، المحاضره مسجله او مسجله تمام. في حاجه اسمها بلان فايندر، تعال نشوفه. هنا انت بتعمل البلان واي تعديل يحصل هو يظبطه لك بقى، يعني مثلا ايه كبرت هو يبدا يكبر شقه. واخدين بالكم من الصوره؟ يا ريت اكتبوا لي بس يعني ايه تفاعلوا معايا كده شويه. انت تخيل ان انت مثلا رسمت لوحه اوتوكاد، فبعد كده قال لك لا احنا هنلغي الغرفه دي، فهو اوتوماتيك يكبر بقيه الغرف ويصغر، والديكور اللي جوه يصلحه لك ويظبطه لك على المقاس، ممكن يكون حاطط كرسيين ثلاث كرسات الحاجات دي كلها. انا مش فاهم، بحاول افهم هل عنده اقتراحات مسجله من قبل او كل اقتراحات بتكون جديد او غير متشابه. هو وكل البرامج دي حتى شات جي بي تي وميدجورني والحاجات دي كلها قوته بتنتج ان هو بيتعامل مع ملايين الحاجات اللي قبل كده، يعني هو عنده سجلات كتير قوي، بس لما بيطلع حاجه بيطلع حاجه مختلفه، يعني بيدمج صور مع بعض، يعني بياخد ايه حته من هنا وحته من هنا ويجيب حاجه جديده، يعني مش هياخد كوبي بيست، يعني هو مش عنده صور جاهزه هيديك صوره وخلاص. بص ده بقى موجود في قلب البرنامج. موجود، حاضر هنخش الانشي. ده مثلا اهو، ده في قلب برنامج يعتقد ده الراينو تمام. ممتاز جدا. وعلى فكره انت ممكن تخش شات جي بي تي وتقول له اكتب لي الحاجه، يبدا ان هو يكتب لك الكود اللي تحطه دايركت. انا كنت ساعات مثلا
عايز اعمل حاجه في الداينامو، اروح داخل له اقول له اكتبها لي بالبايثون، واعمل خانه كده للبايثون واروح حاططها وتشتغل زي الفل. تمام اهو، اي تعديل بتعمله انت شلت الباب من هنا يعمل لك من الناحيه الثانيه اوتوماتيك. يعني بقى عندنا مصطلح جديد كده اسمه AI BIM، Artificial Intelligence Building Information Management. البيم هو Building Information Management، او يعني ان انت تدير معلومات البناء، يبقى عندك حاجه ثلاثيه الابعاد، اول ما تغير يتغير في كله. حلو قوي السؤال ده يا باشمهندس مصطفى، ازاي؟ بص يا استاذ بدير فاضل، لا المهندسه مش من المهن اللي مكتوب عليها الانقراض في المستقبل القريب، الله المستعان. الحاجات دي ما ينفعش تشتغل لوحدها، بالعكس الحاجات دي ممكن تعمل تصاميم غلط خالص، لازم مهندس في الاخر هو اللي يعمل. يعني تخيل واحد مثلا راجل عادي دكتور قاضي محامي، قال لك انا هعمل التصاميم كلها لوحدي، وخد الحاجات دي وقال له اعمل لي التصاميم ديت، هيحصل ايه؟ هيبقى بيت شكله حلو لكن حقيقي مش حلو. يعني ممكن يقول ايه، في حمامين، حمام للضيوف وحمام لصاحب البيت، الحمامين في اوضه النوم، يعني انا لو جالي ضيف لازم ادخل اوضه النوم، او يعمل لي حاجه مش متوافقه مع الشريعه الاسلاميه. يعني في حاجه اسمها فك العمران، نعمل كتاب فك العمران ان ازاي في قواعد اسلاميه للمباني، فهو ما يعرفش الحاجات دي، ممكن يعمل لك مثلا ايه اللي هو كلها صغيره، او اللي هو كلها كبيره، او الاوض من غير شبابيك، او يعني يعمل لك حاجه ادميه ما ينفعش يعيش فيها، فهي مش مكتوب عليها الانقراض ولا حاجه، بالعكس هو ما هو يقدر يفرق من الكمبيوتر. يعني كان في واحد حاطط يافطه كده ظريفه، مش مهندسه ريما انا، ردت تقول الذكاء موجود لكن يحتاج لما نتحكم فيه وفقا لمعايير وقوانين كل بلد، وبالتالي انت انقرضت مهنتها ان شاء الله. هي مش انقرضت، هو ما قدرش ينزل موقع ويشرف على التنفيذ او ينفذ او يعمل او كذا. كان حد حاطط لوحه ظريفه كده، البيت لسه بيتعمل وكاتب ايه، شات جي بي تي كمل لي البيت، هيكمل البيت ازاي؟ في حد بيسال سؤال جميل جدا، هل في برنامج، هو في مواقع تقدر تحط فيها كتب ويطلع لي نقاط معينه منها زي المواصفات الهندسيه وكده؟ دي موجوده، خلينا اشوفها لك. يوتيوب في مواقع كتير جدا بنرفع عليها كتب ونبدا ان احنا نناقشه فيها ويبدا ان هو يجاوب على سير. تمام، في شات بي دي اف، حاجات زي كده. يعني تخيل ان انت مثلا انت مش هتسال شات جي بي تي في كل حاجه، انت هتقول له انا عايز دي، يبدا ان هو يجيبها لك، تقول له انا عايز من الكتاب ده بس. باشمهندس بدر هرد عليك، حاضر. في شات جي بي تي بي دي اف، شات جي بي تي بي دي اف، في مواقع كتيرة بس أنا مش فاكر أسامي الحاجة. في كتاب أنا كنت كاتبه مجمع فيه المواقع ديت، حاول أشوفها لك. جي بي تي، او في موقع اسمه بي دي اف تو جي بي تي، سامرايز لارج بي دي اف، تدي له البي دي اف وتناقشوا فيها وتبدا ان انت تقول له لخص لي الكتاب او تعلمه على جزء معين وتقول له انا عايز اعرف معلومه عن الكتاب دوت. تمام، طيب
اه في اهوت ارفع اي كتاب لديك وناقش فيه الذكاء الاصطناعي. تمام. طيب كان في حد سأل سؤال نرجع، هل في برامج بديلة او تؤدي نفس وظيفة برامج الاتابس والهاب؟ مهندس بدر حضرتك انشائي ولا تكييف؟ تمام. طيب البرامج دي كلها بدأت تتجه لموضوع ان تبقى فيها ذكاء صناعي، يعني بدل ما يبقى فيه حد ياكلني، لا انا اكل نفسي، هدخل الذكاء الاصطناعي. هرفع لكم الكتب حاضر. ماشي. يعني البرامج دي بدأ، فعارفين الموقع ده مثلا، ده اكتر صور، فهو بدأ يعمل ايه، بيحط برضه صور بالذكاء الاصطناعي. بدل ما الذكاء الاصطناعي لنفسك انت بتحط جواك جزء في الذكاء الاصطناعي. في مواقع كتير جدا، يعني مثلا في مواقع كانت بتعتمد ان الناس تعمل شات وتجاوب على الاسئله، بدا يحط لك الذكاء الاصطناعي يجاوب على الاسئله، فاصبح الذكاء الاصطناعي موجود في المواقع بدل ما ينافسني، لا ده بقى جزء مني. فاغلب البرامج دي هيبقى فيها الذكاء الاصطناعي بقى موجود، اللي مش هيحط الذكاء الاصطناعي مش هيشتغل بعد كده. يعني ما تستناش ان في برنامج تاني هيطلع بديل، هم كلهم خايفين من كده، فبيحاول ان هو يجيب الناس اللي هم بتوع الذكاء الصناعي ويشتغلوا معاه. في حاجات كتير جدا طبعا، انت حضرتك لو معاك الموديل بترفع ويبدا ان هو يديك تكلفه المشروع والجدول الاقتصاديه، او عندك افكار رئيسيه يبدا ان هو يساعدك، لان هو بالذكاء بالتعلم الالي بيبدا ان هو يحسب هل المشروع ده ممكن يكسب ولا يخسر. ودي نقطة خلينا نفكر فيها، يا ريت تشاركونا في الكومنتات. حصل في اليابان ان في انتخابات في جزء في العاصمة بتاعت اليابان. تابع القناة بتاع بيم اريبيا هتلاقي ان شاء الله كل جديد. تمام. ان هم في رشحوا الذكاء الصناعي ان هو يبقى العمدة بتاعت المدينة او المكان. تمام. بس هو تقريبا خد الثاني او الثالث، لكن تخيل ان المحافظ بتاع المدينه بيستعين بالذكاء الصناعي. تمام. هي دي الفكره. في حد بيقول انا استخدمته في تشخيص اعطال في الموتور الكهربي واديته كذا سيجنال واداله النتيجه دقيقه. ممتاز. ليه؟ لان باشمهندس محمد فاهم الحته دي. الخطوره ان حد مش فاهم ويسأله واداله اجابه غلط، هيعرف منين الصح من الغلط؟ دي النقطه. موقع بيعطي سعر تصميم المشروع، في حاجات احنا عرضناها في اول ما كنا على البرامج بتاعت المشروع، نبقى نرجع لها. طيب هل في برامج لتصميم المستشفيات ومباني الرعايه الصحيه؟ هو حتى الان ما فيش حاجه متخصصه في المستشفيات ومباني الرعايه الصحيه، لكن في حاجات كتير في الذكاء الصناعي داخل في موضوع الرعايه الصحيه. يعني الرعايه الصحيه اكتر حاجه، لدرجه ان بيل جيتس نفسه كان بيتكلم مع الناس المسؤولين عن اوبن اي اي، هديكم مبلغ حلو لكن تزودوا الاهتمام بالرعايه الصحيه. في سنغافوره مثلا نظام صحي هناك، ان اغلب الشباب بيسيب مثلا ابوه او امه وهم كبار في السن، ففي بيبقى في حاجه مرتبطه بالمستشفى، ان لو حصل حركه سريعه قوي، يعني شخص وقع او شخص قعد فتره طويله على الكرسي ما اتحركش، بيبعت للمستشفى والمستشفى تبدا انها تنتبه وهكذا. يعني في حاجات كتير جدا في الذكاء الصناعي معمول. هو اعتقد محمد مصطفى بيقصد الشات جي بي تي اعتقد. عمل جداول تخطيط للمشروع اللي هو البرمافيرا، هتلاقي قريب في البرمافيرا الاصدارات الجديده هيدخلك فيها الذكاء الاصطناعي. ده بينظم لك الملفات بتاعت المشروع. ام اس بروجكت والبروموفيرا، ام اس بروجكت تبع مايكروسوفت، ومايكروسوفت بدات يعني دفعت فلوس كتير قوي لاوبن اي اي بحيث ان يبقى فيه كوبايلوت في المشاريع في الحاجات بتاعتهم. يعني ام اس بروجكت بدل ما تقعد خطوات كتيره هتقول له دلوقتي كده اعمل لي كذا، هو يعمل لك هو، يعني مش لازم تحفظ الحاجه تعمل ازاي، او مش لازم تروح تسال حد صاحبك او تسال شات جي بي تي، هو الذكاء الصناعي هو يعمله لك. في حاجات كتيره بتعمل، انت ممكن تروح شات جي بي تي يقول له اعمل لي دراسه جدوى لمشروع بتاع مثلا ارانب، هيعمله لك.
كل الحاجات اللي احنا بنقولها دي بتساعد على نجاح المشروع. تمام، ده مثلا بيخليك تعمل مخططات الارضيات وتصميمات للمباني ثلاثيه الابعاد، اسمه لاي اوت. شكرا يا باشمهندس محمد. شكرا يا باشمهندس، الله يكرمك. تمام، طبعا وانت عايز تعمل ريندر وحاجات زي كده في برامج كتير جدا ممكن تساعدك في الريندر بشكل جميل. طيب الموقع ده خطير جدا، كوهو، الموقع ده خطير جدا، سر من الاسرار الرهيبه. تمام، ده بتقول له انا عايز اعمل مبنى، بيعمل لك من غير بسيطه برامج، بيعمل لك اسهل بكتير من الريفت ومن الاركيكاد ومن الحاجات دي كلها، بيعمل لك الريندر برده اونلاين. تمام، يعني الجهاز بتاعك ممكن يكون ضعيف، هو يبقى قوي يقدر يعمله لك. تمام، انا عندي حساب بس ايه، بص كل الحاجات دي في ثواني، بيعمل لك الريندر ليها وبيعمل لك خاصيه ان ايه الارضيه فاضيه ويبدا الحوائط تظهر والفرنتشر والحاجات دي كلها، وتقدر تعمل ريندر باشكال سهله جدا. والموضوع فعلا نعمل لوج ان، بص في ثواني تبدا تحط تك 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 تلاقي الحاجه ايه خلصت معاك. يعني مجرد بس دراج دروب دراج دروب حاجات جاهزه تتعمل في ثواني، سواء انت عايز بقى الموقع دوت عايز تعمل من الاوتوكاد يعملها لك، من صور يعملها لك، تبدا من الصفر يعملها لك، اي حاجه انت عايزها، وفي الاخر بيعمل لك الرندر كمان. انا سطبت ستيبل ديفيجن او سطبت الذكاء الصناعي اللي بيحاول تكست الصور عندي على الجهاز، ورغم ان الجهاز بتاعي الحمد لله كويس، لكن عشان يعمل لي صوره خد تقريبا 3 ساعات، بينما هنا بياخد 3 ثواني على النت. دي مثلا مشاريع هنعملها. طيب خلينا اقول له نيو بروجكت، ده زي ما قلت لك بي دي اف ماشي، اوتوكاد ماشي، صور ماشي، من غير ما تبتدي بحاجه ماشي، هيبدا معاك يشتغل بدون مشاكل خالص. طيب هو بيفتح، بس هو انا يعني اشتغلت ليه كان دي بعد المشاريع اللي عملتها عليه. بترسم حاجه 2D 3D، عايز تعمل رندر بانوراما، عايز تطلعه فيديو، عايز تشغله على الفي ار، كل الكلام ده امكانيات موجوده في الموقع وسهله جدا في الاستخدام. ماشي، كوهوم ده خطير. عندي مشروع جديد وعايز استخدم ذكاء صناعي، عايز تستخدم ايه في الذكاء الصناعي؟ عايز تعمل تكست ولا عايز تعمل ايه؟ انت عندك كل الادوات اهوت، وانت تبدا تشوف انهي واحده فيهم اللي هتسهل عليك الشغل. تمام؟ يعني ممكن انا بالنسبه لي مثلا بستخدم السبيس ميكر، بستخدم تيست فيت. تمام؟ في ادوات كتير ما استخدمهاش؟ في ادوات كتير ما استخدمهاش، انا بستخدم بس اللي انا محتاجه في المشروع. وممكن مشروع استخدم اداه وفي المشروع التاني لا مش محتاجين فيه الاداه ديت. تمام؟ مثلا الداينامو، الداينامو فيه ذكاء صناعي حلو قوي، يعني ان انت تقدر تدخل الذكاء الصناعي في الداينامو هيديه قوه، يعني الريفت قوي. طيب دي حاجه بقى اسمها جنريتيف ديزاين. خلينا نتكلم على المبدا نفسه. جنريتيف ديزاين ان ممكن تقول له انا عندي كذا، وهو يقترح عليك 100 تصميم. طب ال 100 تصميم دول انا عايز بس اللي فيهم كذا، يعني مثلا ايه، انا عايز اصمم مبنى، فعايز اقول له ايه، هو عمل تصميم كتير قوي المباني، انا اقول له المباني اللي ارتفاعها من 30 ل 40، يبقى اقل من كده هيلغيهم، مش هيبقوا موجودين في الاقتراحات، واعلى من كده هيلغيهم، مش هيبقوا موجودين في الاقتراحات، فيبدا يركز على دول. طب انا عايز اللي هو على شكل دايره، انا عايز اللي على شكل كذا، فيبدا يجيب لي بس اللي انا عايزه. الجنريتيف ديزاين ده المبدا موجود فين؟ موجود في الريفت، موجود في الراينو، موجود في حاجات كتير قوي. تمام؟
فممكن تقول له مثلا ايه، انا عندي فصل وفي كراسي، يرسل لك كراسي، يرسل لك كذا، يديك 100 اقتراح، وانت تقول له لا ده انا عايز بالمواصفات الفلانيه، فيبدا يقللهم لك لحد ما يوصل للاقتراح اللي مناسب ليك. عايز حاجه في الاستدامه، فيبدا يديك اقتراحات كتيره، وفي الاخر يجيب لك الحاجه اللي انت عايزها. تمام، موجوده من اول ريفت 21. تمام، ان هو تقول له مثلا ايه، انا عايز بالشكل ده، فيبدا يديك اقتراحات، فتقول له لا طب انا عايز دول، وهكذا. ده شرح للدينامو وشرح للجراسور. حساب الكميات ميكانيكا وكهرباء هي موجوده في الريفت جاهزه، وموجوده في الماجيك كاد، وموجوده في نفس وركس، وموجوده في حاجات كتير قوي. ده سواب. بص سواب، انا مثلا ركزوا بقى معايا في الحاجه ديت. انت بتغير حيطه، هو اوتوماتيك يظبط لك كل حاجه تانية. تمام، يعني لو انت كبرت حاجه هو يبدا يظبط لك كل حاجه تانية، بما فيهم المطبخ، بما فيهم الديكور اللي موجود، بما فيهم كل حاجه، بالدايمنشن بكله. غير بس اسمه SWABB. تمام، ده برضو بيساعدك في تخطيط وتصميم العقارات. كان حد بيسال عن تخطيط وتصميم العقارات، ده كيوبيك هيساعدك. ده مثلا برنامج من ضمن البرامج، كل ما تغير حاجه هو اوتوماتيك يعيد تصميم الحاجات الداخليه. يعني انت بتتكلم على مثلا عماره كبيره، الشقق الداخليه مجرد تكبر تصغر يبدا يوزع لك، يعيد توزيع كل حاجه جوه. ده مثلا بيبدا يعمل لك توزيع الاناره والحاجات دي كلها، وبيعمل لك تحليل ليها، وده برضه نفس الفكره عشان نعمل حاجه مستدامه وتكون صديقه للبيئه. فيتش 3D ده برضه نفس الفكره، ويعني ليه فكره معينه، لما بتعيد توزيع كل حاجه بتبدا انها تتوزع بشكل افضل. تمام، بص بقى الشكل بتاعه. ده مثلا مبنى بالشكل دوت. طب لو انا علمت على الغرف دي، تمام، وقلت له انا عايز مثلا التاثير بتاع ثاني اكسيد الكربون، يبدا بقى يعمل لك المخططات، ويبدا يشوف لك لو انا عدلت التصميم الداخليه انا واحد فيهم الافضل، وانا واحد فيهم اللي هيدي كفاءه للمبنى. طب لو انا عايزها من ناحيه اللايتنج، يبدا يشوف لك من ناحيه اللايتنج، من ناحيه الضوضاء، من ناحيه، بص تعديلات رهيبه. اديله اي ديزاين عندك ويعدله، ولو انت عدلت الحيطه كده هو يبدا يعمل لك اعاده توزيع لكل حاجه، جنريتيف ديزاين بكل اللي انت عايزه. انت مثلا عرسمت الحيطه، هو اوتوماتيك يبدا يقول لك الاناره هتبقى عامله ازاي، والتوزيع والاستهلاك وكل حاجه. ده حته ارض، وعمل الموديل وعدله الارتفاع بتاعه، يبدا بقى يعمل لك اناليسيس لكل حاجه موجوده جوه. وده برضه فينش اهوت، المساحه اوتوماتيك بيديها لك. وهنا مش مجرد بس مساحه، ده الغرف ما بتخشش في بعض زي ما بيحصل في البرامج الثانيه، لا ده هنا بيبدا يظبطها. في مواقع كتيره بتكتب التكست ويحولها لك لفيديو، شفت مواقع كتيره بتعمل كده، منهم هنتكلم عن واحد فيهم اسمه رانوي، هنبدا نشوفه دلوقتي. تمام، ده اداله بس فكره معينه، وبدا يديله عشرات التصميمات من واحده بس. ده هيعمل لك خطه تغطيه للمباني. ارشي لايس ده يحل لك البيانات، ويبدا يديك بترفع له مثلا PDF، ويبدا ان هو يحللها لك، ولو في اي حاجه يبدا ان هو يساعدك فيها. طيب الاستيميشن والسكادول. تمام، ممكن نستخدم الداينامو، نقدر نبرمج الداينامو في كذا حاجات، ذكاء اصطناعي بتدخل جوه الداينامو. تمام، في سناب ترود، ده برضو من الحاجات اللي كانت قويه في موضوع الاتمته الذكيه، يقدر ان هو يوفر لك خطوات ويوفر لك الوقت بتاعك، حاجه بالشكل دوت. انت بتدي له سكتش ويبدا يحولها لك لصور. يعني انت شخبط وشخبطته يعمل لك موديل 3D. DZAI ده التصميم الانشائي، الناس اللي هي بتتكلم على المهندسين الانشائيين وحاجات زي كده، برضه ليهم من الحب جانب.
هيلاقي ده برضو من ضمن ادواتها، قلت 3 4 ادوات كده بالذكاء الصناعي خاصه بان هو بيساعدك في التصميم، يبدا ان هو يديك كذا اقتراح ويديك يقارن بينهم ويبدا يقول لك انا الاحسن بالشكل دوت. ده برضو ستراكشر ديزاين هنا، ده عشان يخليك تعمل ملف الريفت في كل حاجه. هنخلص وسيقول لكم وابعته لكم حاضر تمام. طيب 3 دي موديلنج اند بيم ديفلوبمنت، ده بيحول مخططات ثنائيه الابعاد لموديل بيم تمام. ده الفيديو اهوت، مجرد اديته حاجه بي دي اف وقلت له بس كذا فهو حولها لي البيم. ده عشان تساعدك على اتخاذ القرار وتقلل الوقت اللي بتاخده في التصميم، وده من خلال الذكاء الصناعي بيخليك تصمم بشكل اسرع ويديك اقتراحات للتصميم ويقولك احسن اقتراح فيهم ايه. براماتيك سوليوشن، البراماتيك يعني متغيرات، بحيث مثلا في بارامتر معين لما يتغير شكله كله يتغير، فهو هنا بيساعدك في ان انت تعمل نموذج ثلاثي الابعاد وسهل التعديل فيه. فالموقع اسمه براماتيك. الموقع ده بقى نقف عنده شويه عشان ده بتاع الدكتور محمد عبد الشكور جامعه الجلاله. موقع فيه شويه مزايا حلوه تمام. سكتش تو ايمج، يعني بديله حاجه مرسومه بخط اليد وهو يحولها لي صوره، ده نوع من انواع الذكاء الصناعي. اكستيرور اي اي، ممكن تديله صوره انت مصورها بالموبايل وتقول له طب غيرها لي، فيبدا ان هو يغيرها لك، يبدا ان هو يديك اكتر من اقتراح، وتقول له مثلا طب ده انا عايز التصميم دوت يكون معمول بتقنيه معينه او بترفع له الصوره يعمل لك ليها ابلود، ويبدا ان هو يقول لك بقى انت عايز اني ستايل، طب انت عايز اني طريقه، اوصف الكلام اللي انت عايز تعدله، طب انت عايزها رياليستيك ولا سي جي اي ولا نايت ولا سنو ولا هكذا تمام. فده من ضمن الحاجات الجميله. وبرده يعني في انتريور وفي اكستيريور وفي كانفا. كانفا يعني تديله صوره وتقول له غير لي حاجه معينه. احنا يعني انا بجتهد في عامل يعني كل موقع فيهم، كنت بقف عليه شويه كده اشرحه شويه تمام في على القناه بتاعت اليوتيوب، تقريبا شارحين 982 حاجه يعني تمام. بنحاول ان احنا كل واحد فيهم نقول سهل صعب، ندي نبذه عنه. mnml.ai ده عشان يعني حاجات نفتخر بيها. طيب الموقع ده اسمه انتريور اي اي، بتديله صوره وتقول له اعمل لي صوره بموديل كلاسيك بموديل معاصر بحاجه مناليزم زي ما انت عايز. نفس الفكره برضو هنا، بتديله صوره وهو يبدا ان هو يوجد لك حلول. طيب في الفاينل ستيج ديزاين بالله، ده بيساعدنا ان هو يساعدك في ان انت تصمم، يساعدك في الحصول على صاج بناء جاهز للتصريح، كل الكلام دوت. الفيجوالايز، طيب هنفتح الريفت سريعا كده واقول لكم على حاجه. دي اداه انا مسطبها جوه الريفت تمام. انا يعني اتكلمت مع المبرمج واداني نسخه كده فيها شويه مزايا حلوه. ده اللي احنا كنا كنا في الاول، ان ده للاطفال ان يقدروا يتعلموا اللغه زي البايثون، يقدروا يتعلموا الكود، يقدروا يتعلموا ماشين ليرنينج انفايرمنت تمام بطريقه سهله، بتدي له بعض المعلومات وهو يبدا ان هو يتعامل معاها. ده اسمه بيكتو بلوكس، هكتبه لكم. ده للاطفال، ده ينفع لكل الناس، ولو عندك اطفال يقدروا ان هم يتعلموا. وبرده مشروح على القناه تمام، ده عشان نفس الناس الاطفال يتعلموا البرمجه. ممكن تقول له انا عايز ابرمج بالبلوك كود او عايز ابرمج ماشين ليرنينج انفايرمنت تمام. فكرته سهله جدا وبسيطه، هو عايز يشرح لك، بتقول له انا يعني ده مثال للبرمجه بدون كود، لان يعني الناس كتير بتعاد من كود. بتقول له مثلا لما نبدا مثلا انت عايز تعمل لوب مثلا ريبيت تمام. طب عايزه يعمل ايه؟ عايزه مثلا يتحرك او يغير اللوب بتاعه او الحاجات دي كلها، هتقول له انا عايز اتحرك مثلا 10 خطوات،
دي شايف احنا بنعمل برمجه بسهوله جدا، تمام؟ ما اصبحش الموضوع زي الاول محتاج، فكل ما تبدا هنا يبدا ان هو يتحرك زي ما انت شايفه، تمام؟ الشخصيه اللي هي موجوده هنا مجرد ان انت تدوس بياخد الارض الامر ويبدا ان هو يكرر. في حاجات كتيره جدا لما تدخل هنا هتلاقي ان في يعني تقدر ان انت مثلا يفهم الحركه بتاع لغه الاشاره، تقدر تخليه ماشين ليرنينج، ممكن فيس ديتكشن يبدا يكتشف انت مبتسم ولا حزين، لو حزين ممكن يقعد يقول لك نكت او يقدر يقول لك معلش لحد ما تبقى كويس، تمام؟ طيب في كذا حاجه مثلا دوت بيخليك تعمل نعمل رندر بسرعه مع الريفت ومع سكتش اب ومع الراينو، ومثل ان انت لو عملت رندر تقدر تقول له طب اعمل لي تعديل يعمله لك. في بقى رانوي ام ال، ده عباره عن ايه؟ ده الصراحه اكتر موقع لقيته فيه حاجات كتيره متعلقه بالذكاء الصناعي، تمام؟ زياره الموقع، في حاجات خاصه بالفيديو، في حاجات خاصه بالصوت، في حاجات خاصه بالصور. ممكن تديله فيديو عادي انت مصوره بالموبايل وتقول له حوله الكرتون يحوله لك. ممكن تكون انت مصور فيديو وفي مثلا عربيه معينه يبدا يلغي لك من كل فريمات، لو هي بتعمل مانيوال ممكن تكون مرهقه لان الثانيه الواحده ممكن يبقى فيها 32 فريم لو انت بتشتغل بالنت اس سي وهكذا. ف الموقع ده خطير جدا يعني. خلينا بص دي مثلا الفيديوهات اهي، تمام؟ في شويه حاجات يعني بص جنريت ايمج، يقدر يعمل لك صور، يقدر تديله صوره تقول له شيل الخلفيه، تقدر تقول له خد الصوره دي واعملها لي فيديو، يبدا ان هو يعملها لك. فموقع خطير اسمه رانوي ام ال، رانوي ام ال ماشين ليرنينج، في ما شاء الله حاجات قويه جدا. ماشي طيب. خلينا اهو البرنامج اهوت اسمه انفولوب لاب، ده فيه شويه امكانيات حلوه قوي فيهم. مثلا ان انت عملت رندر لصوره، فبدل ما تروح للشات جي بي تي تقول له عدل لي او للميدجورني اسف وتقول له الصوره دي، لا تروح هنا وتقول له ايه الصوره اللي اتعملت رندر دي حط لي على شجر، لا خليها لي بالليل، خليها لي بجليد، ففي ثواني بيغير لك الصوره ويعمل لك الحاجه اللي انت عايزها. وفي برضه خاصيه تانية جميله جدا ان انت تقدر تبرمج بدون كود، يعني تحط بس تقول له اعمل لي كذا يعملها لك. لازم اعمل ساين ان، تمام؟ الايميل مش فاكر. ينفع تحملها بس غالبا هتقعد فتره ويقول لك لازم تشتريها. هنا بتقول مثلا ايه انا عايز كل فيو تحط لي في شيت من غير ما تكتب كود، بيبدا ان هو يعملها لك، يعني معموله فكره بسيطه اسهل كمان من الداينامو، تمام؟ اسمها ايفولوب لاب. طيب عشان بس ما نطولش عليكم، دي بعض الحاجات اهو. اي اي ماجيك، تقدر حولك فيديو لفيديو تقول له غير لي الستايل بتاع الفيديو، تقدر يحط لك تكست زي ما انت عايز على الفيديو، يقدر يشيل لك الخلفيه من الفيديو وتحط لك بقى اي خلفيه ثانيه، تكست تو ايمج، ايمج تو ايمج. تقدر تقول له اعمل لي فيلم كرتون عن كذا، وفي فعلا مواقع كتيره بتبدا تقول له تكست يحول لك التكست ده مش لصوره لفيديو كامل. طيب فالذكاء الصناعي بقى موجود في البيم، واتكلمنا عن البيم بيلدنج انفورميشن مانجمنت، ان انت بتعمل مبنى ثلاثي الابعاد بحيث ان انت تقدر تستفاد منه في الحصر، في الكلاشات، في كل حاجه. ده اللي هو الايفولوب لاب، في فيديو اهوت لو حد حابب يشوف التطبيق العملي على البرنامج اهوت. ده مثلا اهوت ممكن تقول له اعمل لي جنريتيف ديزاين، فهو يبدا ان هو يعمل لك الجنريتيف ديزاين، ويبدا ان انت تقول له وزع لي الحاجه معينه او اعمل حاجه معينه، فيبدا ان هو يشوف لك انسب حاجه ليك، اللي هي ممكن تكون مركز انت على الاستدامه او مركز على التصميم او مركز على الشوب بتاعه البلديه او كده، يبدا يديك اقتراحات ويقول لك اقرب اقتراح للي انت عايزه كذا.
دي بقى الاوجمانتد رياليتي اللي هي ان انت تشوف الحاجه الحقيقيه مع الحاجه اللي انت مصممها. دي اهم البرامج اوجمنت. تمام. في السايت نفس الموقع بقى خلاص بدأنا نخلص. في هنا ممكن تحول الافكار بتاعك للواقع ويقدر يستخرج لك المعلومات من مستندات التصميم عشان تعرف التكلفه والبناء، فده هيساعدك في اتخاذ القرارات. البرزنتيشن في مواقع كتير جدا، في موقع معتمد على الشات جي بي تي بتقول له زي سلايد اي اي، بتقول له انا عايز اعمل موضوع عن العماره، يعمل لك البرزنتيشن باوربوينت، تعمل داونلود وتبدا خلاص كده البرزنتيشن خلص. كانفا ده موقع حلو قوي انا معتمد عليه تماما، يعني لو فتحته لك هتلاقي ان يعني تقريبا كل الصور بعمله عليه في ثواني، يعني صور اي محاضره انا عايز اعملها، اغلفه الكتب، اغلفه المجلات، لو في عيد ميلاد حد، لو في اي مناسبه، معتمد عليه تماما بدل ما اسطب باي برامج وانا ممكن اكون بره وهكذا. تمام. لا الموضوع بيبقى اسهل هنا بكتير، في حاجات خاصه وفي اصلا ادوات كتير قوي قوي الذكاء الصناعي هو عاملها وربط نفسه بمواقع كتيره، ففي حاجات كتير خاصه بالذكاء الصناعي جواه. ممكن مثلا تزيل خلفيه، ممكن تعمل فيديو، ممكن يعني خطير جدا ومعتمد على وانت بتشتغل كده هتلاقي في ادوات كتير جدا من الذكاء الصناعي. كان بعمل كوبايه على صور العيال فعملتها بيها. تمام. في محاضرات اهيت، في اغلفه كتب، في ممكن حكمه مثلا او حاجه زي كده تحفيزيه، فيديوهات هتلاقي كتير قوي. يعني لو في صوره مصغره عايز اعملها فيديو بعتمد عليه، هو في تولز كتيره جدا بتسهل عليا شغل. كروت. تمام. بتقول له انا عايز كذا ويبدا ان هو يعملها لك، او الموقع والشرح بتاعه. كليب دروب ده جميل جدا، كان في الاول حاجه صغيره بس دلوقتي ربنا فتح عليه. كان الاول لو انت في حاجه في حواليك مثلا عربيه، في كوبايه، تصورها وتخش على الموقع تلاقي حاطط لك الكوبايه بعد ما نضف من الحاجات اللي حواليها. دي كانت بدايته كليب دروب، بس دلوقتي بدا كل شويه بيضيف ادوات، ودي الفكره ان هو بيطور نفسه ويزود حاجات وحاجات زي كده. تمام. فيها مثلا التولز اهيت، في ان هو مثلا يغير لك، يعمل يكبر لك الصوره من غير ما يقلل الجوده بتاعتها، يحذف لك الخلفيه، يبدل لك الخلفيه، يعمل لك صوره جديده اللي هي ستيبل ديفيجن اكس ال، ده بيعمل لك صور جديده. يشيل لك الكلام لو في اي كلام موجود في اللوحه ممكن تقول له شيلها لي. تمام. يعني في شويه امكانيات حلوه، دي اللي بيشيل الكلام. فكل شويه بنلاقي زود هو حاجه من الادوات القويه اللي موجوده. انفيديا كانفا برضو بيدي شويه ادوات، خلينا نشوفها سريعا كده. ده بيقول لك شخبط وانا هحول لك الشخبط دي لصوره حقيقيه. تمام. بترسم بس كده ايه اي حاجه اهي، شايف انت بترسم بس لون ازرق يحول لك لسما وصوره حقيقيه، بترسم سحابه يبدا ان هو يحول لك لسحابه. تقدر تعمل له داونلود وهتستمتع بيه ولعبه جميله. يعني انت تقول له عايز ارسم تراب خلاص يحولها لك لتراب حقيقي. الانتاجيه بقى ممكن تستخدم نوشن، ده حاجه. تعالى بقى ندخل على السايت. تمام. فالسايت هتلاقي فيه شويه حاجات حلوه قوي في موضوع السايت ده. لا بصراحة ما اعرفش موضوع اعادة تدوير المخلفات، ممكن اذاكرها وابعت لكم حاجة عنها يعني. تمام. هو ابسط حاجة ان انا ادخل على شات جي بي تي واقول له ايه افكار اعادة تدوير المخلفات. انا كنت عملت محاضرة في الامارات كان في العيد الكبير عن اعادة تدوير المخلفات، بس ما فيش موقع محدد في دماغي دلوقتي. طيب نرجع بقى لمواقع البناء. ممكن نستخدم الدرون ونعلمه بالذكاء الصناعي ويبدا ان هو يدخل الاماكن اللي احنا مش قادرين ندخلها، ويبدا ان هو يتعامل معاها، سواء هيشيل سواء هيساعد اي حاجه. وفي دكتور موجود في الامارات، دكتور مصري في الامارات، كان عمل مشروع حلو قوي ان الدرون بتطلع
ويبدأ إن هو أي عنصر جديد يبدأ إن هو يسجله ويبعته للبرمفيرا ويكتب في البرمفيرا إن ده أكشوال اتعمل النهاردة. أنا كنت شغال في مشروع وكان عامل هندي معانا، عامل عادي، المشروع كان كبير جدا ففي آلاف العمال، اشترى الدرون، وكان الموضوع ده في 2015 2016، ما كانش لسه اشتهر، وبدأ يجرب إن هو يخليها تنطلق وتصور فيديو بتاع، عجبت صاحب الشركة وبقى اداله مرتب حلو اكتر من اللي كان بياخده كذا مرة، وبقى بدل ما هو كان بيكنس او يعمل بقى هو مسؤول عن الدرون ديت، وبقى ايه يعني حاجة ستايل، وبقى حاجة يعني اتغير تماما بسبب ان هو تميز عن اللي حواليه وخد خطوة عن اللي حواليه. تمام. طبعا في ان هو يفهم ان دي كاميرا، ان دي باب، الحاجات دي كلها. طيب دي بقى التكنولوجيا، بعض الادوات بيراقب الموقع بتاعك يقول لك النهارده حصل ايه وهكذا، كل يوم بيقول لك على الحاجات الجديده اللي في الموقع، تقدر تتابع تقدم المشروع. ده برضه نفس الفكره. هنا بقى النظاره دي طول ما انت ماشي بيبدا ينبهك لو في اي مشكله، لو في اي حاجه فيها خطوره وهكذا. عندنا مناهج كتير في الموقع، فلازم نتعامل مع الذكاء الصناعي ومع البيج داتا بحيث ان احنا نقدر لو في اي مشكله ناخد بالنا منها في ثواني. ده موقع مسؤول ايه؟ ان هو لو في حد مش لابس خوذه ينبهك، لو حد حاول يطلع السلم بدون السيفتي بشكل حلو يبدا ان هو ينبهك ثانيه بثانيه، ويدرس كل واحد من العمال هل له حق ان هو يدخل هنا ولا لا، هل بيستخدم حاجه صح ولا لا، ويبدا ان هو يدي انذار لو في اي مشاكل خالص، لو في اي حاجه مش متوافقه مع السيفتي ده ان هو ينبهنا. تمام. ده موقع جميل جدا يعني اسمه CM Builder. ده موقع بتخليك تشوف المبنى المشروع وتتابعه والحاجات دي كلها. تقدر تشوف المشروع، تقدر ان انت كله اونلاين من غير ما تستخدم اي برامج خالص. بص الفيديو، تبدأ بقى ايه تتابع المشروع والحفر، وتبدأ ان انت تحط الاماكن معينة بحيث ان مفيش حد يقع كسيفتي، تحط دي مثلا بحيث ان العربية هتنزل هتنزل تراب حاجات زي كده، فاللوجيستيك بتعمله بشكل حلو ويعني خفيف يعني، وحط هو الحاجة بحيث يحمي الناس من الوقوع وكده. انا شايف ان هو خطير يعني، انا عاجبني جدا الموقع ده. طيب هنا بيبقى في حاجات كتير قوي خاصه بالسيفتي، في النظارة والملابس كلها بتبقى فيها سيفتي بحيث ان هي لو في اي مشاكل نبدأ نخلي بالنا منها. طيب ده موقع برضو، بص مجرد ان انت بتعمل التصميم هو بيبدأ ان هو يساعدك فيه. ده ليزر سكان، ده الخاص بالليزر سكان يعني اوتوماتيك، هو بيبدأ ان هو يفهم ان ده ايه، ده باب، ده كرسي، ده كذا، من غير ما انت تقول له يفهم ويتعامل معاه. طيب لو حد عايز يتعلم الذكاء الاصطناعي انصحه ان هو يتعلم بايثون. ماشي، انا كاتب الحاجات اللي هتساعدك على تعلم الذكاء الاصطناعي والمراجع والكتب. البايثون او الجافا او ليسب او يعني في كذا حاجه، لكن البايثون المكاتب بتاعتها بتبقى منتشره اكتر والدوكيومنتس بتاعتها موجوده كتير. ولازم تتعلم طبعا رياضه واحصاء وجبر خطي والتفاضل، ودول هتلاقي لهم المراجع بتاعتهم. من ضمن الحاجات اللي ممكن تتعلمها لغة اسمها لغة الرنج، ودي لغة اللي عاملها محمود فايد، وده مصري، دي لغة معمولة مصريين اللي عاملينها. محمود فايد انا يعني هتلاقي اسمي على الموقع، عمر سليم موجود على الموقع، لان انا من الناس اللي يعني شرحت اللغة او حاجة زي كده، واخد شهادة منه برضو في اللغة تانية اللي هي بروجرامنج وذات كود من جامعة سعود. تمام، فده ممكن تبرمج بيها برضو لغة الرينج من اللغات اللي ممكن تستخدمها في الذكاء الصناعي.
تمام. ودي كورسات لو حد عايز يدخل في الذكاء الصناعي ممكن يبدأ يتعلم من الكورسات ديت وياخد شهادة معتمدة من كورسيرا. ودي بعض المكاتب اللي انت ممكن تستخدمها في البايثون. تمام دي شهادة اللي انا واخدها من ديب ليرنينج. تمام وده اهم 25 موقع. اعتقد ان انا خليتهم اكتر من 25 موقع، حطيت عليهم كتير. هحطهم لكم في الشات. دي افضل مواقع بالذكاء الصناعي، تقدر ان انت تجرب وتفتحهم وتشوفهم ان شاء الله، يعني تلاقوا فيهم معلومات قيمه ان شاء الله. ده شكرا لكم جزيلا، طولت عليكم ويعني اتشرفت بيكم. ولو حد عنده اي اسئله اتشرف ان شاء الله. لو حد عنده اي اسئله ممكن تفتحوا المايكات وتتكلموا، يعني ممكن تفتحوا المايكات وتتكلموا، اللي عنده سؤال ممكن يفتح المايك يتكلم. عارف. شكرا يا دكتور. الله الله يكرمك. تسلم. الله يكرمك. شكرا جزيلا. فتحت لنا باشمهندس ابواب واسعه جدا. الله يكرمك. تسلم. أنا عندي سؤال، هو يدرس عليهم كتخصص قسم العمارة أو التصميم سواء في مصر أو أي من البلدان العربية؟ معلش سؤال تاني. هل يدرس في قسم العمارة والتصميم في الجامعات العربية في مصر أو غيره حسب؟ أنا مش سامع والله السؤال، لو حد سمع السؤال ممكن. مش عارفة المايك عندي يمكن مش واضح. طب معلش. موجود منه تخصص بالجامعات هيك سامع. اللي هو الذكاء الاصطناعي؟ نعم. في تخصصنا تحديدا، يعني الأدوات وتطبيقها في العمارة. صراحة ما عنديش معرفة غير ان في مثلا معهد اي تي اي، معاهد قوية في مصر، في اماكن كتيرة بيبقى حاسبات ومعلومات مش عمارة. لكن هل في جامعة في العمارة بتدرس؟ ممكن جامعة الجلالة بس مش متأكد، لازم اسأل حد في جامعة الجلالة لان الدكتور محمد عبد الشكور هناك ويعني ناس كتير بتشكر في المحاضرات بتاعته. انا اتوقع من وجود دورات فقط. ما انا الدورات موجوده بس هل في حد بيشرحها في قلب المنهج العلمي؟ لا، لان ما اعتقدش، لان الموضوع بياخد فعلا اجراءات وحاجات زي كده عشان ايه يبدا الموافقات عليها. ما لو يا ريت حد عنده معلومه او يعرف حاجه، انا ما اعرفش، لو حد عنده معلومه واثق فيها يا ريت يقولها لنا. شكرا. الله يكرمك. انا بحمل اول ملف البي دي اف عشان أعرف أحاولكم إن شاء الله. تمام. طب الباشمهندسين على اليوتيوب في حد عنده سؤال يكتبه وأنا أوصله للمهندس عمر؟ مهندس عمر ما شاء الله عليه كفى ووفى. طيب تمام. هما لان كان في اسئله بتتكتب كتير اثناء الشرح، فاحنا كنا انا والباشمهندس محمد المصري بننقلها للباشمهندس عمر، ف يعني اعتقد كده هما خلصوا الاسئله بتاعتهم. فاتوقع اغلب الاسئله كانت على اللينك لكل اداه او ويب سايت طالبين يحطوها على مجموعه الواتساب. بالظبط، حضرتك متابعه معايا كويس قوي. هما كانوا فعلا بيسالوا، بس انا مش حاطه نادي، كانوا بيسالوا باشمهندس عن اللينكات بتاعه المواقع اللي حضرتك بتدخلها دي. حاضر. انا هرفعها اهو دلوقتي على الشات بتاع زوم، وهرفعها برده على الواتساب ان شاء الله. تمام خلاص. احنا طبعا في معانا بينا وبين بعض الجروب بتاع الواتساب، وانا يعني دعيت كل الناس انها تدخله على اساس برضه الباشمهندس عمر هيكون موجود فيه،
ولو في اسئله بعد كده بقى ممكن من خلال الايه الجروب، وان شاء الله باشمهندس عمر يرفع لنا برضه زي ما هو عنا الماده العلميه واللينكات بقى. اكيد حاضر تحت امرك. تمام باذن الله. طيب. طب احنا كده هنوقف اليوتيوب تقريبا كده خلصنا. خلاص تمام. في حاجه ثانيه هتقولها يا باشمهندس عمر؟ لا لا الف شكر، جزاكم الله كل خير، الله يكرمك. انا بس احنا لعبت شكر حضرتك جدا يعني معلومات قيمه من سيان. ايوه اتفضل. يا ريت عايزين مهندس عمر برضه يعمل لنا محاضره ثانيه ان شاء الله. ما هو احنا عايزين باشمهندس عمر ما يديناش محاضره ثانيه، احنا عايزينه يدينا كورس ثاني باذن الله ان شاء الله. يعني انا اتكلمت معاه قبل كده ان هو يشوف كورس يعني ندير الاعضاء الجمعيه وكده، وان شاء الله ربنا ييسر الامور ان شاء الله. وكل فتره كده نعمل برضو المحاضرات دي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله دكتور. انا باشمهندس عمر. اه تحت امرك حاضر باذن الله. اتفضلي باشمهندس سليم. شكرا ليكي على مجهودك معانا غلبناكي. الله يكرمك الله يكرمك. انا شكرا لحضورتي جميعا، شكرا باشمهندس عمر، الف شكر يعني جامد. اشكر زميلي المهندس محمد مصطفى مصري. تمام شكرا. وان شاء الله هنكمل احاديثنا في الجروب، ونتقابل قريب ان شاء الله باذن الله في ندوات قريبه جدا باذن الله. عايز تقول حاجه باشمهندس محمد؟ محمد. طيب هو دايما النت كده بيعملها. تمام اوكي. الف شكر باشمهندس عمر. نشوفك قريب باذن الله في ندوه جديده، وانا اتمنى ان يكون في كورس جديد قبل الندوه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. باذن الله. خلاص. تصبحوا جميعا على خير، ونشوفكم بكره ان شاء الله في تكمله لندوه او محاضرات الصيانه مع دكتور